مساء الفل، ازيكم؟ ولاد عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اتمنى تكون ذاكرتوا المحاضره اللي فاتت، والمحاضره اللي فاتت كانت خفيفه لطيفه ظريفه عليكم. هنكمل النهارده كلامنا عن موضوع اسمه هارت فيلير. نفكر بعض كده بكلمتين كنا اخدناهم في المحاضره اللي فاتت. قلنا اتفقنا ان الهارت فيلير ده عباره عن فشل في عضله القلب. وكنت ضربت لك مثال ان في واحد بيزق عربيه، فالراجل ده فشل ان هو يزق العربيه نتيجه يا اما ضعف، فالراجل ده يا اما حمل العربيه اصلا زايد. قلت لك نفس الفكره في القلب، يا اما عندك ضعف في عضله القلب مش قادره تعمل كونتراكشن، فاول سبب هو ديكريز الكونتراكشن، ثاني سبب ان الحمل زايد، الريزيستنس عندي عاليه. وضربت لك او ذكرت لك يعني سبب ثالث الا وهو ديكريز في الهارت ريت، انكريز في الهارت ريت. لما الهارت ريت يكون عالي قوي وبالتالي القلب مش قادر يريح، فبالتالي عندك حاجه اسمها فتره الدايستول، فتره الراحه، وبالتالي القلب مش قادر يتغذى والدم مش قادر يرجع للاتريا تاني او للقلب تاني، فالدم بيفضل محشور عندك في الفيزلز، صح؟ فالفيزلز عندك بتتنفخ بالدم، بنسميها كونجيشن، احتقان الفيزلز بالدم. الكونجيشن ده ممكن يكون في النيك فينز او ممكن يكون في البلمونري فينز. قال لك لو في البلمونري فينز يا ولاد بيعمل لي حاجه اسمها ديزنيا، الا وهي قرشه النفس. الراجل ده بتلاقيه بينهج، تمام؟ طيب قلت لك ساعتها ان هدف الادويه بتاعتي ان انت تعكس الكوزس، يا اما زود كونتراكشن، يا اما قلل ريزيستنس، يا اما قلل هارت ريت. قمت جاي قايل لك ان الادويه بتاعتي اللي بتستخدم في الهارت فيلير عموما، يعني كنت ضرب لك اول واحد هنا حاجه اسمها بوزيتيف اينوتروبيك اكشن. قلت لك ان البوزيتيف اينوتروبيك اكشن اهم واحد فيهم هو كان الديجيتاليس. الديجيتاليس يا ولاد قلت لك ساعتها ان هو ريلي يوزد، بينه وبينك هو دواء جبار. هنعرف النهارده ان شاء الله ان هو دواء جبار، دواء بيعمل لي كل الجولز، بيحقق لي كل الاهداف بتاعت الهارت فيلير. بس ما استخدموش. الله. ليه بقى؟ قال لك عشان هو نارو سيفتي مارجن. دواء ايه؟ نارو سيفتي مارجن. فدواء بيعمل لي تسمم بلاش منه، عندي ادويه ممكن قد تؤدي للغرض. طب هل جاله امتى الديجيتالز ده؟ هل جاله في المراحل المتاخره خالص في الهارت فيلير. يعني ايه؟ يعني جربنا كل الادويه وفشلت ان هي تعالج عيان هارت فيلير، فقام جاي مطلع الديجيتالز. وانا بستخدمه بالسنتوف، بحاسب قوي وحاطط ايدي على قلبي وحاطط ايدي على قلب المريض عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما يحصلش تسمم من الديجيتالز، لانه دواء نارو سيفتي مارجن برضه. طيب قلت لك هنعرف ان الديجيتالز هو احنا كلنا مصدقين فيه ان هو بوزيتيف انوتروبيك، ده اهم اكشن ليه. انما هو بيقلل الريت وهو بيقلل الريزيستنس، يعني بيحقق لك كل الاهداف بس النار سيفتي مارجن، خلاص؟ طيب النقطه اللي بعدها، ده كان في دواء ومجموعه ادويه بتقلل لي الهارت ريت زي البيتا بلوكرز، وعندي ادويه بتقلل لي الريزيستنس زي الاس انهبيتورز والدايوريتكس، دول اشهر اثنين يعني. طيب واتكلمنا عن الديجيتاليز وعرفنا السورس بتاعه والفارماكوكينيتكس حكينا كتير. هنبدا النهارده درس اسمه الميكانيزم اوف اكشن، او هنكمل قبل ما نبدا درس الميكانيزم اوف اكشن. بص مهم جدا جدا جدا، سؤال مهم جدا في الامتحان وصعب جدا جدا، عايز الناس بتف. انت لو مش مركز قوم اعمل كوبايه قهوه او قوم استحمى، انا عايزك هنا بص 100% تركيز. درس مش فيه هزار، درس مهم رقم واحد في الامتحان، رقم اثنين مهم جدا في الام اس كيو، رقم ثلاثه مهم ليك. طيب لازم تفهموا عشان تعرفوا بس الديجيتاليز بيعمل ايه. احنا يا جماعه واحنا شغالين احنا بس بنجمع الدروس اللي قدام، يعني انت اول درس في اي شابتر يا ولاد بيكون تقيل شويه. مش معنى قال لك والله ده سكند الشطر او انت بتفرش بيه الشطر، لو اول درس ده اتفهم وتعبنا فيه شويه الشطر كله ميه ان شاء الله، باذن الله الشطر كله ميه، خلاص؟ طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الميكانيزم اوف اكشن بتاع الديجيتاليز. قبل ما ابدا برضه كنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت عن بعض المشاكل ممكن تعمل لي تسمم في الديجيتاليز، من ضمنها ايه؟ من ضمنها حاجه اسمها الهايبوثايروديزم. قلت لك ان الهايبوثايروديزم يعني الثايروكسين قليل، فمفيش ميتابوليزم للديجي توكسين، وبالتالي قد يحصل منه ايه؟ تسمم. هنكمل النهارده بعض الحاجات اللي ممكن تعمل لي تسمم برضه، عشان لما نيجي في درس التسمم انا مش هتكلم، انت هتتكلم ان شاء الله باذن الله. ماشي؟ طب سموا الله كده وصلوا على النبي، انا قلت لك درس تقيل في البدايه، درس تقيل محتاج تركيز، ركز معايا، سموا الله وصلوا على النبي. طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله بالايد الميكانيزم اوف اكشن بتاع الديجيتاليز. اول كلمه عايزك تحفظها او عايزك تفهمها من الديجيتاليز ان هو دوز ديبندنت. يعني ايه كلمه دوز ديبندنت يا دكتور؟ قلت لك يعني على حسب جرعته هيكون شغل، في السمول دوز هيشتغل شغلانه، في اللارج دوز هيشتغل شغلانه، في الجرعه الغبيه خالص اللي هي التوكسيك دوز هيشتغل شغلانه.
طيب هو انا بدي ديجيتال اسمها انا جرعه في الدور عشان افهم بس. قلت لك انت بتديه في السمول دوز. لو في اللارج دوز انت بتحط ايدك على قلبك وبترجعه تاني للسمول دوز. لو دخل في توكسيك دوز العيان بيفيص منك. تمام؟ طيب يلا نشوف بيعمل ايه في السمول دوز. قال لك ان السمول دوز يا اولاد بيشتغل كبوزيتيف اينوتروبيك. يعني كلمه بوزيتيف اينوتروبيك مش هنفضل نعيد ونكرر بقى. ما انا قلت لك ان اينو ده اله القوه عند اليونان وان بيقوي عضله القلب فبيقوي الكونتراكشن. فبوزيتيف اينوتروبيك يعني بيزود الكونتراكشن. ازاي بيعمل بوزيتيف اينوتروبيك؟ هو ده العك بتاع النهارده. ده اليعك بتاع النهارده لسه هتتشرح بالتفصيل. خلاص؟ كده بس دلوقتي. يبقى عرفنا ان السمول دوز بيعمل بوزيتيف اينوتروبيك اكشن. طب السمول دوز برضه قال لك بيحفز لي الفيلز. بيحفز لي الايه؟ الفيلز. شرحناها الحصه اللي فاتت صح؟ هقولها المره دي برضه على السريع كده. كنت بقول لك ان في عندي هنا قلب اهو. القلب اهو يا ولاد بقول لك ان هو بيعمل لي لما الفيجاس يشتغل يا ولاد يعني في السمول دوز بيشتغل حاجه اسمها الدايركت اكشن. يعني ايه؟ في السمول دوز الديجيتاليس يحفز الفيجاس. الفيجاس يعمل ايه؟ على القلب. يبقى كده اشتغل الديجيتاليس بنفسه ولا الطريقه غير مباشره؟ لا الطريقه غير مباشره. هو حفز الفيجاس، الفيجاس هو اللي اشتغل. تمام؟ طيب فقال لك والله في السمول دوز بيجي هنا عند عقده اسمها الاس انود بيعمل فيها انيبيشن. وبالتالي العقده دي كانت بتطلع امبلسز. فلما يحصل فيها انيبيشن قال لك الامبلسز عددها بيبتدي يقل. وبالتالي مفيش كهرباء اصلا بتتولد في القلب كتير. وبالتالي الهارت ريت بيبتدي يقل. الهارت ريت بيبتدي ايه؟ يقل. فبيعمل لي حاجه اسمها براديكارديا بيقلل الهارت ريت. دي ميزه ولا عيب؟ ميزه. فعلا هارت فيلير يعني. النقطة اللي بعدها قال لك والله بيعمل لي انهبيشن في الافي نود. بالظبط ايه وظيفة الافي نود دي يا ولاد؟ قلت لك الامبلس لما بيخرج من الاتريا بيجي يريح هنا في الافي نود قبل ما يوصل للايه؟ للفنتركل. قبل ما يوصل للفنتركل والافي نود دي تقوم جايه موصله للفنتركل بعد كده. لذلك بسميها افي نود اتري فنتركلر نود. العقدة اللي موجودة بين الاتريا والفنتركل. هو بيجي يعمل انهبيشن في هذه العقدة. لما اعمل انيبيشن في العقده دي يا ولاد ايه اللي بيحصل؟ قال لك اللي بيحصل ان مفيش امبلس بيوصل من الادريا للفنتركل. طيب دي ميزه ولا عيب؟ ميزه وهنفهمها كمان شويه. طيب ايه العيب اللي بيعمله الفيجاس؟ قلت لك العيب اللي بيعمله الفيجاس ان لو في امبلس طلع من الاس اي نود هينتشر بين خلايا الادريا بسرعه رهيبه جدا جدا جدا. فتلاقي الامبلس لما يطلع تلاقي الادريا بيرقص. الادريا بيرعش منك. بنسميها ايه الحركه دي؟ بنسميها ادريال اريزميا. بنسميها ايه؟ ادريال اريزميا. بص الديجيتاليس دواء. ده ميزه ولا عيب؟ ده عيب. المفروض عيب يعني. طب بص طيب العيب ده خطير قوي الكلام ده مش خطير قوي. انت عارف يبقى خطير امتى؟ لو الادريال اريزميا دي تنتقل للفنتركل. انما الديجيتاليس بيعمل ايه؟ بيبوظ الادريا بس بيمنع البوظان ده ان هو ينتقل للفنتركل. يعني ايه؟ ما تستغربش لما قدام اقول لك ان الديجيتاليس بيستخدم في الاتريال اريزميا. يا دكتور ازاي بيستخدم في الاتريال اريزميا وهو اصلا بيعمل اتريال اريزميا؟ يا ابني يا حبيبي انا بستخدمه في الاتريال اريزميا عشان اقفل الايفي نود. فلما اقفل الايفي نود الادريال اريزميا الادريال ديفايس ده مش الرقصان اللي في الادريال ده مش هيوصل للفنتركل. فانا بستخدمه في الادريال اريزميا تو بروتكت الفنتركل عشان احمي الفنتركل فقط. تمام؟ واضحه؟ يا رب تكون واضحه. لو مش واضحه يعني على الواتس بقى مع بعض وقابلين رمضان. يبقى هو هنا بيعمل ايه يا ولاد؟ قال لك والله هو بيبوظ الادريال. طب يا دكتور ما الادريال ما جزء من القلب. في داهيه الادريال. مش مهم والله ما مهم. الادريال اللي بوظ في داهيه الادريال. اهم حاجه عندي الفنتركل. هو بيبوظ الادريا بس بيحافظ تحت على الفنتركل وده اهم حاجه عندي. يبقى انا بدي الديجيتاليس ان شاء الله لما اخش في اليوز بتاعته بقول لك مصمم في الادريا الاريزما. ما تحطش ايدك على قلبك ولا تتخض ولا تقول لي ولا الكلام ده كله او وه دي بسرعه ترندي ماشي او تقول لي وه ليه؟ قلت لك والله انا بستخدمه في الادريا الاريزميا عشان خاطر هو بيبوظ الادريا. اي نعم بس بتستخدمه ليه؟ عشان بيحمي لي الايه؟ بيحمي لي الفنتركل. بيحمي لي الايه؟ الفنتركل. خلاص؟ طيب احنا كده خلصنا الاكشن بتاع الديجيتاليس يعني على السمول دوز. طب الاكشن بتاع اللارج دوز قلت لك هو بيستخدم في اللارج دوز ده.
واول ما اول ما تبدا في اللارج دوز وتبتدي اعراض التسمم تظهر لازم تشفت بسرعه وتقلل الجرعه وترجع تاني سمول دوز. ليه؟ لان اللارج دوز ممكن يموت العيان. ازاي يعني يا دكتور؟ بص كده معايا. في اللارج دوز بيشتغل دايركت اكشن بنفسه، بيروح يعمل انهبيشن في الاس نود. ايه ده؟ وكان بيعمل انهبيشن في الاس نود يا دكتور؟ بس ده شغل غير مباشر. ساعتها قلت لك ان ده اندايركت اكشن. الديجيتاليز بيحفز الفيجاس، فالفيجاس يروح يعمل انهبيشن في الاس نود بيحصل عند البريديكارديا. انما هنا الديجيتاليز ما بيحفزش الفيجاس، ده الديجيتاليز بيروح بنفسه يعمل انهبيشن في الاس نود. يعني انا كان عندي الفيجاس بيعمل انهبيشن، ودلوقتي الديجيتاليز بقى بنفسه بيجي كمان هو يعمل انهبيشن. فالاس نود كده حصل فيها كومبليت انهبيشن، فالامبالسز تقريبا ما عادتش بتطلع من السينود، عملت فيها تقريبا كومبليت انهبيشن في اللارج دوز. طيب ممكن نكتب كده بعدها مور برادي كارديا، ممكن توقف القلب جدا صح؟ طيب بقول لك ان هو بنفسه بيروح يقفل الايفي نود. ايه ده؟ قال لك ده حتى لو الامبلس خرج من الاس نود مش هيوصل للفنتريك. مش هيوصل لايه؟ للفنتريك. ليه؟ لان انت اشتغل الديجيتاليز بدا يشتغل بنفسه بقى. قال لك بدا ينزل بنفسه ويعمل انهبيشن في الاس نود ويعمل انهبيشن في الاف نود. انا كده بقفل الاس نود تماما، بعمل مور برادي كارديا او بعمل مور انهبيشن في الكوندكشن بتوين الادريا والفنتريك. اتمنى ان الحته دي تكون واضحه. برضه لو في حاجه مش واضحه كلمنا. النقطة اللي بعدها أو إن شاء الله يعني كنا بنتكلم في الحوار ده مع الولاد، قلت لهم عايزين نعمل حاجة على زوم اللي هو حاجة اسمها انتراكتيف سيشنز كده، الناس تخش تسأل يعني. تمام؟ التوكسيك دوز، قال لك في التوكسيك دوز يا ولاد بيعمل إيه؟ التوكسيك دوز يعني جرعة غبية، هيخش يعمل إيه؟ بيزود لي حاجة اسمها الأوتوماتيسيتي. يعني إيه كلمة أوتوماتيسيتي دي يعني يا دكتور؟ كلمة أوتوماتيسيتي جاية من كلمة أوتوماتيك. احنا عارفين ان القلب بيولد نبضاته بنفسه، بنسميها ايه؟ يقول لك انت عارفين الغساله الاوتوماتيك هي بتغسل ومش عارف بتنشف او بتعصر لوحدها كده وبتطلع لك الغسيله دي، بس انت بتحطها الحبل او بتعمل مش فاكر انا مش ما غسلتش انا كده. المهم يعني فقال لك والله هو اوتوماتيك. القلب ايه؟ اوتوماتيك يعني ايه؟ هو اللي بيولد نبضاته بنفسه. طيب مين اللي بيقدر يولد نبضاته بنفسه؟ من حكمة ربنا الاس اي نود بس هي اللي بتقدر تعمل الحركة دي. قمت انت جايب فقدتك مد الديجيتاليس بتوكسيك دوز، فقال لك هيجي عند حاجة خلايا كده موجودة في الفنتركل، الخلايا دي اسمها البركنجي فايبرز، ويخلي الخلايا دي اوتوماتيك. يعني تقدر ان هي تطلع امبالسز، بقت دي بتطلع امبالسز ودي بتطلع امبالسز. هي دي بس؟ لا، ما مش الخلايا دي بس اللي بتطلع امبالس، كمان خلايا هيزود فيها الاوتوماتيسيتي فتبدا تطلع امبالس، وكمان خلايا هتبدا تطلع امبالس تزود فيها الاوتوماتيسيتي، وبالتالي كل منطقه في القلب بتنقبض لوحدها. بتنقبض ليه؟ لوحدها. فبيعمل لي حاجه اسمها اريزميا، والاريزميا دي بتكون مميته. يعتبر ان القلب ما بينقبضش كتله واحده، ما بينقبضش مره واحده، ده جزء بينقبض في حته والجزء ده بينقبض في حته، واحنا عارفين ان المركب اللي ليها اكتر من ريس بتغرق صح؟ طيب اهو يبقى كل حته بدات ان هي تولد الامبالسز بتاعتها لوحدها، فبيحصل عندي حاجه اسمها اريزميا. الاريزميا بتاعت الديجيتاليس يعني هو مصطلح معلش هنحفظه، معلش انا اسف هنحفظه، ربنا يشرح في درس الاريزميا يعني ان شاء الله، بس معلش احفظه معايا يعني عشان خاطر الامتحان اللي جاي ده يعني. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بالتس باي جيمينوس وبالتس تراي جيمينوس. بالتس باي جيمينوس وبالتس تراي جيمينوس. يعني كلمه بالتس باي جيمينوس لا هنعرفها في الاريزميا ولا بس رسم القلب يعني يا ولاد بتلاقي ان بدل ما في انقباضه واحده بيكون في انقباضتين، فبنقول عليه رسم قلب ذا راسين. زي راسين بنسميه باي جيمينوس، يعني رسم القلب ذات النبضتين او رسم القلب ذات الثلاث نبضات. ماشي؟ بالسس باي جيمينوس او بالسس تراي جيمينوس نفهمها ان شاء الله باذن الله، هنجيب صور رسم القلب ان شاء الله يعني ربنا ييسر. خلاص؟ طيب يبقى بالسس باي جيمينوس وبالسس ايه؟ تراي جيمينوس. طيب
نرجع تاني للميكانيزم اكشن بتاع الاشتراك السريع. بيقول لك ان هو في السمول دوز بيعمل لي بوز تدين وتروك اكشن بيشغل الفيجاس. ولا ترى حاجه بتقول الفيجاس في الفيديو بتاع النهارده والفيديو بتاع المره اللي فاتت، قلت لك ان اللارج دوز بيشتغل بدايركت اكشن، دايركت انفيشن في السمول، دايركت انفيشن في الاي مود، والتوكسيك دوز بيزود لي فيها الاوتوماتيسيتي. يعني كلمه بيزود الاوتوماتيسيتي بيخلي خلايا القلب اوتوماتيك تقدر ان هي تطلع امباسز لوحدها، وخصوصا في الفايبرز اللي موجوده في البنتركل اللي اسمها البركنجي فايبرز، فالخلايا دي تبتدي تتجنن وكل واحد يعمل فيها ريس وانا هطلع امباسز. فالقلب بينشم، يعني في الكتب المحترمه بيقولوا ان القلب بقى شبه كيس الديدان، ماشي، وورم باج بنسميه لايك ساك اوف وورمز او وورم باج، ماشي، زي نظام الديدان. احط كده شويه ديدان كده في كيسه، تلاقي دي بتتحرك كده ودي بتتحرك كده ودي بتتحرك كده، القلب بيكون بينقبض بهذه الطريقه، فمفيش دم اصلا بيطلع منه. فالحاله دي مميته، بنسميها ايه؟ بالسس بايجيمنس او بالسس تراجيمنس، بتظهر في الاي سي جي على هذه الطريقه. خلاص؟ طيب خلصنا الجزء السهل، خلصنا الجزء السهل من الميكانيزم اوف اكشن بتاع الديش تيس. نخش على الجزء المميت بقى. سلموا الله يا ولاد كده وصلوا على النبي. معلش يا ولاد مطبق فالدنيا بايظه معايا خالص. نكمل مع بعض. احنا هنتكلم دلوقتي عن ازاي الديجيتالز بيعمل بوزيتيف كينوتروبيك اكشن. يعني هنتكلم عن اكشن البوزيتيف كينوتروبيك اكشن بتاع الديجيتالز، ازاي الديجيتالز ده بيزود الكونتراكشن بتاع عضله القلب. هسألك سؤال، هو الكونتراكشن بتاع اي عضله في العموم بيزيد ازاي؟ قلت لك بيزيد لما الكالسيوم يزيد جواه. لما الكالسيوم يزيد ايه؟ جواه. طيب اذا الديجيتالز هيزود الكالسيوم جوه الخلية العضلية، تمام؟ طيب ازاي هيزود الكالسيوم؟ قلت لك انا عندي في البلازما ممبرين بتاع خلية الهارت، يعني عندي اتنين بام، فحاجة اسمها صوديوم بوتاسيوم بام وحاجة اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينج. تعال نفهم كل واحدة فيهم، هتلاقي الرسمة دي يا ولاد اللي مرسومة دي اللي بالصفحة هتلاقيها موجودة، ماشي؟ ركز كده معايا. هنلاقي في عندك حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب وعندك حاجه اسمها صوديوم كالسيوم بامب. الاثنين دول يا ولاد بيعملوا ايه؟ تيجي نمسك الصوديوم بوتاسيوم بامب بتعمل ايه؟ صوديوم بوتاسيوم بامب بتدخل بوتاسيوم جوه العضله وبتطلع صوديوم بره، ماشي، اسمها صوديوم بوتاسيوم، يبقى بتطلع صوديوم تدخل ايه؟ بوتاسيوم. طب الثانيه اسمها صوديوم كالسيوم بامب بتدخل صوديوم وتطلع كالسيوم. هدف الديجيتاليس ايه يا ولاد؟ هدف الديجيتاليس ان هو يزود الكالسيوم جوه الخليه. يعني هدف الديجيتاليس ان البامب دي تشتغل ولا لا؟ نشوف البامب بتعمل ايه؟ مش البامب دي بتطلع كالسيوم؟ خلاص انا هدف الديجيتاليس ان انا اوقف هذه البامب، صح؟ طيب الديجيتاليس ما بيوقفش البامب دي، كانت سهله والله، هاجي اقول لك ان هو بيهبت الام اي سي اكس تشينج فالكالسيوم بيزيد جوه، خلاص زود الكونتراكشن. كانت تبقى سهله مش كانت تبقى صعبه، صح؟ طيب امال الديجيتاليس بيعمل ايه يا ولاد؟ بصوا كده، ركز معايا في الحركه اللي جايه دي. الديجيتاليس اهو ديجي تالس، الدواء ده بيجي يعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب. لما اعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب ايه اللي هيحصل؟ بعمل فيها اهو انهبيشن. ايه اللي هيحصل؟ البوتاسيوم ما عادش هيدخل، البوتاسيوم ما عادش هيدخل جوه الخليه، والصوديوم ما عادش هيخرج جوه بره الخليه، الصوديوم ما عادش هيخرج بره. فقال لك الصوديوم اللي ما عادش هيخرج بره هيزيد اهو، هيزيد جوه الخليه. الكلام ده بعد ما اديت الديجيتاليس. يبقى تاني الديجيتاليس هيعمل ايه؟ الديجيتاليس هيعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب، فبقفل الاكشن بتاعها، البوتاسيوم ما عادش بيخش، فالبوتاسيوم هيفضل موجود هنا، ماشي. طيب الصوديوم ما عادش هيخرج بره، فلما الصوديوم ما عادش بيخرج بره ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ قال لك الصوديوم هيزيد جوه الخليه. لما الصوديوم يزيد جوه الخليه بص ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم لما يزيد جوه الخليه ايه اللي هيحصل؟ بص الاكستشينج ده او البامب دي اسمها ايه؟ صوديوم كالسيوم اكستشينج. انا عندي بقى صوديوم كتير جوه الخليه. البامب دي بتعمل ايه؟ البامب دي بتدخل صوديوم جوه الخليه. القلب يقول لها ايه؟ هو انا ناقص صوديوم يا اخي؟ ما الصوديوم عندي كتير جوه. هو انا ناقص؟ فقال لك القلب لما الصوديوم يزيد جوه الخليه البامب دي بتقف. بتقف لوحدها. فقال لك لما البامب دي تقف ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم ما عادش هيخش جوه، ليه؟ ما هو جوه كتير. وبالتالي الكالسيوم ما عادش هيخرج بره، البامب كلها وقفت. فالكالسيوم ما عادش هيخرج بره.
فالكالسيوم هيزيد جوه الخلية، وده الهدف بتاع الايه؟ الديجيتاليز. يبقى نعيدها تاني، نعيدها تاني. الديجيتاليز عايز يزود الكالسيوم. والله لو وقف الصوديوم كالسيوم اكستنشن تبقى سهله خالص، مش هتبقى فيها حنكه، مش هتبقى فرمه. طب لو جزق مش هتبقى فرمه. خلاص؟ طيب. هو بيعمل الديجيتاليز، الديجيتاليز بيوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب. فلما الصوديوم بوتاسيوم بامب توقف، البوتاسيوم ما عادش بيخش جوه الخليه، والصوديوم ما عادش بيخرج بره الخليه، وبالتالي ما عادش بيخرج بره يعني هيزيد جوه، صح؟ الكلام ده ليه؟ كلام منطقي، مش فيها حاجه يعني. فلما يزيد جوه الخليه هيعمل ايه؟ بصوا البامب اللي جنبها، البامب كانت بتدخل صوديوم، والصوديوم مثلا جوه كتير، فقالت البامب دي هتقف. لما يزيد الصوديوم جوه الخليه البامب دي هتقف. فلما البامب دي تقف ايه اللي هيحصل يا ولاد؟ قال لك والله البامب دي وقفت كلها، مفيش صوديوم بيخش ومفيش كالسيوم بيخرج. فلما مفيش كالسيوم بيخرج الكالسيوم زاد جوه الخليه، يحصل في ايه؟ قال لك الكالسيوم بيتخزن في حاجه اسمها الاس ار او الساركو بلازميك ريتيكولوم. كلام هيستولوجي ملناش دعوه بيه. اس ار زي الفل، اسمها ايه؟ اس ار، ساركو بلازميك ريتيكولوم. فلما يروح يتخزن هناك قال لك لما يجي يحصل كونتراكشن ما هي مليانه كالسيوم بقى، كالسيوم لما يطلع بكميات كبيره الكونتراكشن بتاع عضله القلب بيكون خطير، بنقول عليه اس اس سي. ما تنساهاش، ما تنساهاش. اسمه ايه؟ اس اس سي، سترونج شورت كونتراكشن. سترونج شورت كونتراكشن يعني ايه؟ تلاقي القلب كده مره واحده بص قام جاي منقبض انقباض، بس الانقباضه دي جاب كل اللي جواه. عارفين انتوا لما بيقول لك انا بفضل ساكت ساكت بس لما بتفتح ما بسكتش، هو برضه القلب كده بيفضل ساكت ساكت، بيفضل اللي اصلا مش لازم يخليه يريح، انت فاهم الفكره؟ بيخليه يريح، بس لما يجي ينقبض بينقبض انقباضه فظيعه. بص الديجيتالز افهمها بس كده اوفر اول، الديجيتالز بيزود بيعمل انفيشن في الاس ان، فبيعمل براديكارد فبيخلي القلب يريح، في دم كتير نزل القلب بيفضل يجمع 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 يجمع، وعضلة القلب عمالة تترزع والكالسيوم عمال يزيد جواها. فلما يجي ينقبض بص انقبض القلب هتقوم جاي منقبض مرة واحدة مطلع كل اللي جواه في البيزنس. واضحة الفكرة؟ فقال لك بيزود لي الكاردياك اوتبوت، الكاردياك اوتبوت اللي هو مقدار الدم الخارج من القلب. تمام؟ كانت واضح يا ولاد؟ كانت واضح؟ اعتقد ان شاء الله كانت واضح. قبل ما امسح السبورة وانا اسف في اللي انا بقوله، انا عايز بس اصعب العمليه شويه. والله مش بصعبها عشان انا راجل يعني راجل هو ايه بيقول عليه سادي، اللي هو بيحب المعاناه، بعشق الحر والكلام ده كله. انا بعشق الحر او بعشق الصيف بس مش سادي. والله الفكره ان الكلام اللي انا بقوله ده بينزل في الام سي كيو، فانا مش عايزك تنصدم في الامتحان لما تجي لك ام سي كيو وما شرحتهاش، هيبقى عيب عليا حرام عليا. تمام؟ فانا معلش نيجي على بعض ونتعب دلوقتي شويه، وانا هتعب معاك في شرحها، ولو ما فهمتهاش انا تحت امرك. والله اللي انا بقوله ده هزار، بس انا تحت امرك على الواتس. وان شاء الله خير يعني. يلا سموا الله كده، سموا الله وصلوا على النبي. مقدمه حزينه قوي بس يعني ان شاء الله الكلام مفهوم يعني. احنا رجاله قوي، ان شاء الله الكلام مفهوم. ركز كده معايا. في عندي دواء يا ولاد انتوا ما اخدتوهوش، هو المفروض كان في الموديول اللي الله يرحمه ابو ابحاث. الدواء ده اسمه الاتروبين. الدواء ده اسمه ايه؟ الاتروبين. الاتروبين ده يا ولاد بيجي يقفل الفيجز، بيقفل الايه؟ بيقفل الفيجز. يعني هيعمل ايه الاتروبين؟ الاتروبين هيقفل الفيجز فيمنع الانهبيشن بتاع الاس اي نود. اختيارات بقى، في السمول دوز ولا في اللارج دوز ولا في التوكسيك دوز ولا اول اوف ذا اباف؟ هتختار ايه؟ وقف الفيديو وفكر، مش هنفضل عشان مده الفيديو ما نزلش يعني. فبقول لك ان الاتروبين بيوقف الفيجاس. انت اسال نفسك هو الفيجاس ده في انهي دوز؟ الفيجاس ده في السمول دوز. فقال لك انا هوقف شغل، هوقف شغل الهارت او شغل الديجيتاليس على الانهبيشن بتاع الاس اي نود كومبليتلي في السمول دوز. كومبليتلي في السمول دوز، ما عادش هيقدر يعمل انهبيشن في الاس ان يود لو انت مديه في السمول دوز. يبقى لو اديت اتروبين بيوقف شغل الديجيتاليس، بيقفل الفيجاس يعني، فبيوقف شغل الديجيتاليس كومبليتلي لو انت مديه في السمول دوز. طب لو انا مديه في لارج دوز، قلت لك لا مش هيوقفه كومبليتلي. لو مديه في لارج دوز
بيشتغل بشغلتين، بيشتغل بالدايركت اكشن وهو لسه برضه شغال بالفيروس. يعني اللارج دوس اكيد هيشتغل شغل السمول دوس يعني ماشي. قال لك والله بيشتغل بالدايركت اكشن وكمان بيشتغل بالفيروس. انت لما تدي الاتروجين هيعمل ايه؟ هلغي الفيروس كده. هل انا كده عملت كومبليت انهبيشن في لما اديت الاتروجين لغيت الاكشن بتاعه كامل؟ امال عملت ايه؟ لغيت نص الاكشن بس، انما هو لسه بيشتغل بالدايركت اكشن بتاعه. يا رب تكون واضح، يا رب يكون صوتي واضح، يا رب يكون صوتي واضح ماشي. يعني بيعمل انهبيشن لما ادي الاتروجين في اللارج دوز، بيعمل حاجه اسمها بارشيال بلوك للديجيتاليز اكشن. واضحه ولا مش واضحه؟ ها نعيدها تاني. الاتروبين بيقتل الفيجاس، لما الاتروبين بيقتل الفيجاس ها تاني، الاتروبين بيقتل الفيجاس، الاتروبين بيقتل الفيجاس اهو في السمول دوز، الديجيتاليز ما بيشتغلش غير على الفيجاس، فانا قفلته. هل هيقدر يعمل انهبيشن في السيل؟ لا. فانت كده عملت كومبليت بلوك للديجيتاليز اكشن على السي نود لما اديت الاتروبين في السمول دوز. طب في اللارج دوز بيشتغل بالطريقتين، بنفسه وعن طريق الفيروس. فلما ادي اتروبين في اللارج دوز هيعمل ايه؟ هقفل الفيروس. طب بنفسه؟ لا مش هعرف اعمل فيه حاجه. خلاص؟ فقفل نص الاكشن بس، فبنسميها بارشال ايه؟ بارشال. ده الجزء السهل من التركات اللي انا بقولها. طيب نخش على تركات اصعب. نخش على تركات اصعب. ده الجزء السهل من التركات اللي انا بقولها. انا قلت لكم مش سهل دي، بس الفكره كلها ان الحاجات دي بتنزل في الام سي كيو. نركز بس كده مع بعض، اللي جاي ده تقيل، ركز. بصوا يا ولاد، لو انا عندي حاجه اسمها الهايبوكاليميا، يعني ايه كلمه هايبوكاليميا؟ يعني البوتاسيوم قليل عندي في الدم، عندي بوتاسيوم قليل في الدم. يا ولاد بس معلومه قبل ما ابدا، ان الديجيتاليز لما بيجي يقفل الصوديوم والبوتاسيوم ضم على القلب، ما بيقفلش كل الصوديوم والبوتاسيوم ضم، بيقفل بعضها بس او معظم الصوديوم والبوتاسيوم ضم، تمام؟ ما بيقفلش كله. اصل لو كل الصوديوم والبوتاسيوم ضم اللي في القلب اتقفلت، انت كده بتتكلم في توكسيس او بتتكلم في تسمم، صح؟ طيب فهو بيقفل بعضها بس، تمام؟ ركز كده معايا. قال لك والله انت عندك هايبوكاليميا. يعني ايه كلمه هايبوكاليميا؟ اهو يعني بوتاسيوم قليل في الدم. طب ما تيجي نشوف ايه تاثير الهايبوكاليميا دي؟ قال لك والله انا عندي هنا حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، بتعمل لي ايه؟ بتاخد البوتاسيوم من الدم تدخله جوه الخليه. طب انا عندي هايبوكاليميا، هل عندي بوتاسيوم في الدم؟ ما عنديش بوتاسيوم في الدم. هل دي تقدر تدخل البوتاسيوم اللي مش موجود اصلا في الدم تدخله جوه الخليه؟ لا. فقال لك لما يكون عندي هايبوكاليميا مفيش بوتاسيوم موجود في الدم، فالصوديوم بوتاسيوم بامب بتخلي عندها دم وما تشتغلش. يعني بيحصل فيها انهبيشن. يبقى الهايبوكاليميا بتعمل لي انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب، ففي بعض الصوديوم بوتاسيوم بامب حاصل فيها انهبيشن. هاجي الديجيتاز بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب. فكده كل الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي عندي في الارض حصل فيها كومبليت بلوك. حصل فيها ايه؟ كومبليت بلوك، كلها اتقفلت، فيخش التسمم من الديجيتاز. اتمنى يعني ان الجزئيه دي تكون واضحه. يبقى تاني، لو عندي هايبوكاليميا مفيش بوتاسيوم موجود عندي في الدم. طب مفيش بوتاسيوم في الدم، هي الصوديوم بوتاسيوم ممكن تشتغل ازاي؟ مش بتدخل صوديوم جوه الخليه؟ قال لك اه يا دكتور بتدخل صوديوم جوه، هو في قصدي بتدخل بوتاسيوم، انا اسف، بتدخل بوتاسيوم جوه الخليه؟ قال لك اه بتدخل بوتاسيوم جوه الخليه. طب وانا عندي بوتاسيوم اصلا في الدم؟ لا ما عنديش بوتاسيوم في الدم، وبالتالي هتخلي عندها دم ومش هتشتغل. فالهايبوكاليميا بتعمل انهبيشن في صوديوم بوتاسيوم بامب. فانا قبل ما ادي الديجيتاليز عندي شويه بوتاسيوم وصوديوم بوتاسيوم بامب مقفولين، صح؟ هاجي ادي الديجيتاليز اقفل الباقي، فيحصل عندي حاجه اسمها كومبليت بلوك للصوديوم بوتاسيوم بامب، فبخش عندي في ايه؟ في توكسيستي. فاول حاله من الحالات بتاعتي ان الهايبوكاليميا بتعمل لي كومبليت انهبيشن في صوديوم بوتاسيوم بامب، فبيحصل ايه؟ توكسيستي. الحاله اللي بعد كده، الصوديوم بوتاسيوم بامب دي عشان تشتغل هو نوع من انواع الحمد لله، هو نوع من انواع الاكتيف ترانسبورت. يعني ايه؟ يعني بيحتاج اي تي بي، بيحتاج ايه؟ اي تي بي عشان يشتغل. طيب لو انا عندي حاجه اسمها هايبوكسيا او عندي حاجه اسمها اسكيميا، يعني ايه هايبوكسيا دي؟ يعني انت مش قادر تاخد نفسك، والاكسجين ده هو اللي بيصنع الطاقه الاي تي بي. او عندك اسكيميا، يعني ايه الاسكيميا؟ يعني مفيش دم واصل للقلب اصلا،
وبالتالي مفيش امداد دموي للقلب بالطاقه، يعني انت مش عارف تدي القلب طاقه. خلاص؟ يعني ما عندكش طاقه. يعني ايه ما عنديش طاقه؟ والله كلنا ما عندناش طاقه. انا راجل مطبق بقى 3 ايام مش شايف اصلا، انا واقف على السطوره بالعافيه. صور لكم الفيديو عشان الواتس كله يا دكتور يا دكتور يا دكتور. ماشي. فانا بقول لك ايه؟ بقول لك ان القلب مفيش طاقه وصلاله، وبالتالي الصوديوم بوتاسيوم بامب دي مش قادره ان هي تشتغل، مش قادره ان هي ايه؟ تشتغل. طيب فبيحصل فيها شويه انهبيشن، يعني عندي صوديوم بوتاسيوم بامب وصل لها طاقه فشغاله، وشويه مش واصل لهم طاقه فمش شغالين، فعندي حصل حاجه اسمها بارشال انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب. طب لما اجي ادي الديجيتاليس وانت عندك هايبوكسيا او عندك اسكيميا ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش خالص، ما ينفعش خالص باي شكل من الاشكال انك تدي الديجيتاليس في حاله هايبوكسيا او حاله ايه؟ اسكيميا. ليه؟ اشمعنى يا دكتور ما ينفعش؟ ترجع للتهبل، انت عندك شويه انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب، هتدي الديجيتاليس اعمل لي انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب الباقيين، فيحصل عندك حاجه اسمها كومبليت انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بامب، فيحصل عندك حاجه اسمها توكسيسيتي او تسمم. يبقى دي الحاله الثالثه اللي عليها التسمم، هنجمعهم اللي احنا قلناهم. طب الحاله اللي بعد كده يا اولاد هايبر كالسيميا. بص كده تخيل ان انا عندي حاجه اسمها هنا هايبر كالسيميا. يعني ايه هايبر كالسيميا؟ يعني عندي كالسيوم كتير قوي هنا في الدم. هايبر ايه؟ هايبر كالسيميا، عندي كالسيوم كتير قوي في الدم. ده يأثر لي على ايه يعني يا دكتور؟ بص كده يا صاحبي، البامب دي بتعمل ايه؟ اسمها صوديوم كالسيوم اكسشينج، والله كانت بتدخل صوديوم جوه الخليه وبتطلع كالسيوم بره. ايه ده؟ كانت بتطلع كالسيوم بره وانا عندي هايبر كالسيميا، انا عندي بره كتير اصلا كالسيوم، انت بتشتغلي ليه؟ فقال لك والله دي بيحصل فيها انهبيشن. يبقى تاني لما يكون عندي هايبر كالسيميا ايه اللي بيحصل؟ بص على البامب دي وانت تحت، البامب دي يا بتدخل صوديوم وبتطلع ايه؟ بتطلع كالسيوم. فقال لك والله دلوقتي الكالسيوم، الكالسيوم بره كتير، دي هتطلع كالسيوم ليه؟ انت هو تراكم كالسيوم وخلاص؟ فقال لك لا، الجسم لما يلاقي ان الكالسيوم بره كتير بيوقف شغل هذه البامب، والديجيتاليس برضه كان بيوقف شغل هذه البامب. خد بالك هايبر كالسيميا هتوقف شغل بعض البامب، بتوقف لي بس نصهم كده، فلما اجي ادي الديجيتاليس يعمل انهبيشن في النص الثاني، فكده يحصل كومبليت انهبيشن في الصوديوم، في الصوديوم كالسيوم بام، وبالتالي بيحصل عندي حاجه اسمها ايه؟ توكسيسيتي. ها؟ هايبر كالسيميا بتعمل لي كومبليت انهبيشن في الصوديوم كالسيوم اكسشينج، فبيحصل ايه؟ فبيحصل توكسيسيتي. اعتقد ان السطوره واضحه، باخدها سكرين ونقلها عندك. هنوقف دلوقتي ونرسم السطوره لك. نكمل مع بعض يا اولاد الاكشن بتاع الديجيتاليس. هنبدا الاكشن بتاع الديجيتاليس من صفحه 18، يعني هنجيبه من ورا كده لقدام. اشمعنى؟ قال لك عشان من ورا يعني اخف شويه، فاحنا يعني ايه نفوق بس من الهري اللي احنا هريناه، الهري ده كان تقيل شويه، فاحنا نفك بس كده من الهري اللي احنا هريناه ونبدا بحاجه خفيفه. نبدا من تحت كده لقدام، ده رقم واحد. رقم اثنين، لان لما تبدا من ورا لقدام الكلام بيكون مترتب كله على بعض. يعني ايه؟ يعني في حاجات قدام هقول لك انا هشرحها كمان شويه، فهنبدا من ورا لقدام بقى خلاص من غير اسباب. يلا مع بعض كده. رقم واحد او رقم تسعه مكتوبه عندك من تحت كده، هتلاقي ليه اندوكراين اكشن. اندوكراين اكشن يا دكتور، مش انا كنت بقول لك في الاول خالص في المقدمه ان الديجيتاليس ده اسمه الثاني كاردياك جلايكوزايتس، صح؟ قلت لك ان الجلايكوزايت ده حته شجر وحته السايد دي، قلت لك ان هي استرويد. قلت لك خدها سكيمه عامه ان اي استرويد بيشتغل حاجه اسمها انتي اندروجين. يعني كلمه انتي اندروجين هيقفل لي هرمونات الذكوره، فقال لك والله يحول الراجل الى ست وهيزود انوثه الست. فقال لك لما يحول لي الراجل الى ست هيعمل لي مرض اسمه التسدي عند الرجال، مرض اسمه يا اولاد جاين او جاينيكو ماستيا، ومرض تاني اسمه الجلاكتوريه. وكلمه جلاكتوريه هو مرض ذر اللبن اللي هترجمه بالعربي. يعني ايه؟ يعني البريست عند الستات يا اولاد بينزل فلويد كده، هو الفلويد مش ملك، هو فلويد بودري كده ماشي، بس في بعض اللي هو الايه؟ زي نظام بطش ملك كده. ده مرض اسمه جلاكتوريه. ليه؟ قال لك والله عشان الكارديا جلايكوزايد اللي هو الديجيتاليس في جزء استرويد بيقتل الانتي بيقتل الاندروجين، تمام؟ طب يبقى دي اول بوينت. تاني بوينت السينس اكشن بتاعه. السينس اكشن بتاعه يا اولاد بيعمل لي ستيميليشن في ثلاثه سنترز، ومن ستر ربنا ومن لطفه بينا ان الثلاثه سنترز بيبداوا بالفي.
اول في الفيجاس احنا عارفينها دي، كان بيعمل استيميليشن في الفيجاس استخدمها، يعني دي اصعب حاجه اصلا، كان كله عمال يسالني عشان بتاع الفيجاس عامل ازاي ماشي. فالاكشن بتاعه على الفيجاس. طيب النقطه اللي بعدها بيعمل لي استيميليشن في سنتر اسمه الفي ام سي. الفي ام سي ده الفازو موتور سنتر. طب كلمه فازو يعني بلاد فيزل، موتور يعني بيعمل لي ايه؟ يعني بيعمل لي كونتراكشن في البلاد فيزل، فبيعمل لي حاجه اسمها فازو كونستريكشن. كنت قلتها واحنا بنشرح للناس اللي كانت بتحضر يعني في الاوتونومي، كنت بقول لهم لما تنسوا الفي ام سي بيعمل ايه؟ طير الام يا عم، هتلاقيه بيعمل في سي، يعني بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. طيب النقطه اللي بعدها بيعمل لي استيميليشن سنتر اسمه الفوميتنج سنتر. بيعمل لي استيميليشن سنتر اسمه ايه؟ الفوميتنج سنتر. يا دكتور مش مكتوب عندنا الفوميتنج سنتر، ده مكتوب اسمه السي تي زد. يا عم السي تي زد هو الفوميتنج سنتر، المركز المسؤول عن التركيع، معلش اكتب لي فيها الفوميتنج سنتر ومشيها يا عم معايا 3 في. يلا السي تي زد اسمه الثاني الايه؟ الفوميتنج سنتر. اسمه الثاني الايه؟ الفوميتنج سنتر. كده تمام؟ كده تمام. طيب بعمل استيميليشن في فيجاس، استيميليشن حاجه اسمها الفازو موتور سنتر، استيميليشن حاجه اسمها الايه؟ الفوميتنج سنتر. اعتقد لغايه دلوقتي الكلام واضح. طب هتزود مع بعض حاجه بس، حاجه صغيره بس، ان هو بيعمل استيميليشن في الفيجاس في السمول دوز، دي بس مهمه للفهم يا ولاد. بيعمل استيميليشن في الفيجاس في السمول دوز، الجرعه اللي انا بديها بيه. طب بيعمل استيميليشن في الفازو موتور سنتر والفوميتنج سنتر لما تغيبك الجرعه بتاعته. يعني ايه؟ بيعمل لي استيميليشن في الفازو موتور سنتر والفوميتنج سنتر في اللارج دوز. يعني حاجات طبيعيه ولا حاجات غير طبيعيه؟ لا حاجات غير طبيعيه. طيب فبيعمل لي استيميليشن في الفازو موتور سنتر في الفوميتنج سنتر في اللارج دوز. فيها اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. طيب نخش على البوينت اللي بعدها، على الجي اي تي اكشن. بيعمل لي ايه في الجي اي تي يا ولاد؟ بصوا انا جاي من ورا لقدام عشان خاطر الحته دي، عشان خاطر الحته الجايه يعني. بص الفوميتنج سنتر الاكشن بتاع الجي اي تي، ما هو بيعمل استيميليشن في الفوميتنج سنتر يا دكتور اللي اسمه السي تي زد. مالكش دعوه باختصار السي تي زد دي، بيعمل استيميليشن في السي تي زد. ده المركز المسؤول عن التركيز، فبيحصل عندي ايه؟ نوزيا اند فوميتنج. وقلت لك نوزيا يعني نرفيان، يعني انا حاسس ان انا عايز ارجع، والفوميتنج ان انا ابتدي ارجع. طيب هو كان بيحصل استيميليشن في الفوميتنج سنتر او السي تي زد فين يا ولاد؟ في اللارج دوز. دي اول حاجه بتنبهني ان انا دخلت في اللارج دوز. اول ما العيان، انا بنبه على العيان او موصف له مش دارس، اقول له اول ما تحس ان نفسك غم عليك، ان نفسك غم عليك دي بالبلدي يعني، يعني ان انت عايز ترجع، بتعمل ايه؟ كلمني على طول. هيكلمه هيقول له طب تعالى العياده، والدكتور هيقول له قلل له جرعه الايه؟ الديش دارس. ليه؟ ده انت كده داخل يا معلم في حاجه اسمها ديجيتاليس توكسيستي. الكلمه دي بتنزل كتير قوي في الام سي كيو. ايه هي الايرلي ساين؟ اول علامه لعلامات التوكسيستي بتاعت الديجيتاليس اللي هي النوزيا والفوميتنج. هي بتحصل ليه النوزيا والفوميتنج يا دكتور؟ عشان عملت استيميليشن في سنتر اسمه السي تي زد. بيحصل له استيميليشن في انهي جرعه؟ في الجرعه الكبيره. خلاص يبقى انت كده داخل مني في ايه؟ في توكسيستي. خلاص واضحه؟ ان شاء الله واضحه. يلا الكيدني اكشن. كيدني اكشن مهم جدا 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 جدا. بقول لك ان الكيدني اكشن بتاع الديجيتاليس، بص بص بص، يحدث في عيان الهارت فيلير اونلي، ما بيحصلش غير في واحد بياخد ديجيتاليس عشان عنده هارت فيلير. يا دكتور وفي ناس ثانيه بتاخد الديجيتاليس؟ اه يا واحد عنده اتريال اريزميا، مش عارف ان هو ممكن يستخدم من ضمن استخداماته ان هو بيستخدم في الاتريال اريزميا. قلت لي ليه؟ قلت لك عشان يحمل الفنتر. حصل ولا مش حصل؟ لسه هناخد استخداماته كمان شويه. تمام؟ طيب فبقول لك ان يحدث في عيان الهارت فيلير اونلي هذا الكيدني اكشن. اشمعنى يا دكتور؟ بص يا صديقي، هناخد حاجه اسمها الكارديك اوت بوت وانا هشرحها بالتفصيل كمان شويه. ساعتها هقول لك ان الكارديك اوت بوت اللي هو مقدار الدم اللي خارج من القلب في عيان الهارت فيلير، لما ناخد الديجيتاليس ما بينزلش الكارديك اوت بوت غير في عيان الهارت فيلير بس. بص كده، عشان انا قلت لك اصلا ان عيان الهارت فيلير يعني ايه هارت فيلير؟ يعني القلب مش قادر يضخ الدم ويمشيه في البلاد فيزل عشان يغذي اجزاء الجسم المختلفه، صح؟ مش من ضمن اجزاء الجسم المختلفه كانت الكليه، يعني عيان الهارت فيلير مفيش دم واصل للكليه، صح؟ فبيكون عنده حاجه اسمها اوليجو يوريا، كنت كاتبها لك الحصه اللي فاتت او الفيديو اللي فات. اوليجو يوريا يعني ايه؟ يعني عنده ما بيدخلش حمام كتير، ليه؟ مفيش دم واصل.
طب انا اخدت الديجيتاز، الديجيتاز عمل لي ايه؟ قال لك والله خلى القلب قادر يزق الدم، فالدم بدا يوصل للكليه. بص اهي، قال لك لانه هو الوحيد عين هارت فيلير، يعني هو الوحيد اللي هيزيد عنده الكاردياك اوتبوت. فلما يزيد الكاردياك اوتبوت اللي هو الدم لما يزيد ويروح للكليه هيحصل ايه؟ قال لك هينكريز الرينال بلاد فلو اللي هو الدم اللي راح للكليه. هيحصل ايه يعني؟ قبل ما اقول لك هيحصل ايه لما يزيد الدم، هقول لك ايه اللي بيحصل لما يقل الدم. بص يا معلم، هو عين هارت فيلير ليه حصل عنده بوليجويوريا اصلا؟ انت عارف اكتبها هنا ماشي؟ انت عارف ان ما عادش في دم واصل للنفرونات بتاعت الكليه، مفيش دم واصل هنا يا ولاد، دي منطقه اسمها الجلوميرولاي، وبالتالي مفيش دم واصل هنا فمش هيحصل فلتره للدم، وبالتالي مفيش يورين هينزل. طيب دي اول نقطه. تاني نقطه يا ولاد، الكليه لما بتحس ان مفيش دم جاي لها بتعمل ايه؟ بتبدا تطلع هرمون. هي كليه باللاتين يعني ايه؟ يعني رينال يا دكتور. طب الهرمون اللي بيطلع من الكليه اسمه ايه؟ اسمه رينين. اسمه ايه؟ رينين. خلاص؟ يبقى الكليه بتطلع هرمون اسمه ايه؟ اسمه رينين. الرينين ده بيعمل ايه يا دكتور؟ يبقى الكليه لما لما ما بيوصلهاش الدم بتطلع هرمون اسمه رينين. الكليه لما بيوصلهاش الدم بتطلع هرمون اسمه ايه؟ رينين. الرينين ده يا ولاد بيتحول لحاجه اسمها انجيو تنسن 2. الانجيو تنسن 2 ده يا ولاد بيطلع لي حاجه اسمها الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيمنع نزول البول. ليه؟ لان لو في بول نازل هو بيرجع يمتصه تاني. يقول له لا ما تنزلش، احنا في حاله خطيره. خلاص؟ طيب يبقى مفيش دم واصل للكلية، لو مفيش دم واصل للكلية ايه اللي بيحصل؟ لما ما يكونش في دم واصل للكلية يعني مفيش فلتريشن، مفيش فلتريشن عند الجلوميريلاي، بتسميه ايه؟ ديكريز حاجة اسمها الجلوميريلار فلتريشن ريت، معدل الفلترة عند الجلوميريلاي، وبالتالي مفيش يورين بيخرج، بيقل حاجة اسمها اليورين أوتبوت، تمام؟ لغاية دلوقتي تمام؟ طيب ايه الحاجه الثانيه اللي بتحصل؟ قال لك الكليه بتحس مش جاي لها دم فتحاول تعمل ايه؟ تزود الدم، فبتعمل ايه؟ بتطلع هرمون اسمه الرينين. الرينين ده يتحول الى انجيوتنسين 2. طب الانجيوتنسين 2 ده هيعمل ايه؟ هيطلع لي الالدوستيرون. طب الالدوستيرون ده هيعمل ايه؟ هيمنع نزول البول. يعني ايه هيمنع نزول البول؟ البول هو نازل كده وهو نازل في النفر بتاع الكليه يقوم جاي راجع ايه؟ ممتصه. واضحه الفكره؟ ان شاء الله. طيب ده فعيان عنده هارت فيلير قبل ما ياخد الديجيتاليس. بعد ما خد الديجيتاليس ايه اللي حصل؟ قال لك حصل وطحين. حصل خير ايه؟ بصوا كده يا ولاد، الدم بدا يوصل الكلى، فلما الدم بدا يوصل الكلى ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله الدم هنا جه للجلوميرولاي كتير، فلما الدم جه للجلوميرولاي بدا يحصل فلتريشن عند الجلوميرولاي، هنسميه ايه؟ انكريز في الجلوميرولار فلتريشن ريت، معدل فلترة الدم عند الجلوميرولاي. وكلمة جلوميرولاي دي يعني الحمد لله ان الشباب لها، اي واحدة لدغة كانت بتخش الدكتور ويسألها في حاجة اسمها الجلوميرولار فلتريشن ريت بتبقى اللجنة ضحك، تمام؟ طيب جلوميرولاي، فقال لك والله بيزيد عندي حاجة اسمها الجلوميرولار فلتريشن ريت، يعني ايه؟ الدم بيتفلتر كتير وبالتالي البول هينزل كتير، فبيحصل عندي حاجة اسمها دايوريسيس. ايه؟ البول هينزل كتير؟ ما البول ده بيقلل حجم الدم يا دكتور. طب ما الدم كان عندي كتير في الجسم ده من كتره كان متجمع عندي هنا في الفينز، كان عندي حاجه اسمها كونجيشن. فلما يقل الدم يقل حجم الدم بيحصل ايه؟ بيقل الضغط سواء في الفينز او في الارترز. ليه؟ حجم الدم قل. ويعني ايه كلمه ضغط؟ يعني ضغط الدم على جدران الاوعيه الدمويه، صح؟ فقال لك لما يقل الحجم هيقل الايه؟ الضغط. يعني ايه؟ يعني انا عندي في الاوضه دي مثلا 20 واحد او بلاش 50 واحد واقفين في الاوضه، صح؟ فقال لك والله ال 50 واحد دول متزنقين في بعض فعمالين يضغطوا على جدران الاوضه. طب انت انا جاي مخليهم 10 بس عشان ياخدوا راحتهم، ماشي؟ فمفيش ايه؟ ضغط على جدران الايه؟ الاوضه. اكيد الكلام واضح ان شاء الله باذن الله. طيب بدل ما اقلل حجم الدم بقلل الايه؟ بقلل الضغط. بس كده يا دكتور؟ لا، ما الدم وصل والكليه حست ان هي بدات تتروي بالدم فيحصل ايه؟ الشكل بتطلع رينين، الرينين ده مش هيخرج.
وبالتالي مفيش انجيوتنسين 2، وبالتالي مفيش الدوسيرو، وبالتالي مفيش منع لنزول البول. فيحصل ايه؟ هينزل البول بس. هو الالدوسيرون دايركت كان بيمتص الميه والملح، بيرجع يمتص الميه والملح اللي نازلين كده في البول. شوف كده ميه وملح نازلين في البول، يقوم جاي راجع ممتصهم تاني. فلما منعه، لما منع الالدوسيرون، ما عادش في امتصاص للميه والملح. خلاص نقراها بس كده مع بعض المذاكره. يلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان في الكيدني اكشن بيحصل في عيان الهارت فيلير اونلي. ليه؟ لان بيزيد عنده حاجه اسمها الكارديك اوتبوت. الكلام اللي انا كاتبه بالرصاصي ده يا اولاد اللي هو مش موجود عندكم في الداتا ده، انا زودته من عندي عشان تفهم ماشي. لانه عنده بيزود الكارديك اوتبوت، فبيزيد الرينال بلاد فلو اللي هو الامداد الدموي للكليه، فبيزيد حاجه اسمها الجي اف ار. اللي مش عارف يعني ايه مش جي اف ار، حاجه اسمها جلوميرولار فلتريشن ريت، ده اختصار اللي هو الفلتره بتاعت الدم اللي بتحصل في الجلوميرولات ماشي. فبينكريز اليورين فورميشن، اليورين بينزل كتير، وبالتالي هيقل حجم الايه؟ هيقل حجم الدم. طب النقطه اللي بعدها هيقل الرينين، وبالتالي هيقل الانجيوتنسين 2، وبالتالي هيقل الالدوستيرون، وبالتالي مفيش الالدوستيرون ده مش هيقدر ان هو يحبس كلمه التنشن يعني حبس، فمش هيقدر ان هو يحبس يحبس الايه؟ يحبس الصوديوم ولا الووتر تاني. خلاص؟ كان واضح؟ ان شاء الله كان صريح. الكيدني اكشن مهم، الكيدني اكشن مهم. وخد بالك ان الكيدني اكشن بيحصل في عيان هارت فيلير اونلي. ليه؟ لان عيان هارت فيلير اونلي هو الوحيد اللي بيزيد عنده الكارديو فاير. طيب نخش على الاكشن اللي بعده. الاكشن اللي بعده الاكشن بتاع السيركيليشن، برضه هنجيبه من تحت من عندك المذكره. يلا مع بعض كده. هتلاقي عندك حاجه اسمها رينال بلاد فوليوم، مش رينال، هو البلاد فوليوم عموما، انا اسف، البلاد فوليوم عموما. البلاد فوليوم حصل ايه يا اولاد؟ قال لك قل البلاد فوليوم. اشمعنى؟ والله انا هشرحه، هكتبها كده في المذكره هاو، زي ما كده في الداتا عندك. لا هاو، مكتوب هاو. ليه هاو؟ احنا بادئين من تحت بقى عشان خاطر النقطه دي، هنشرحها في الاكشن. ازاي البلاد فوليوم بيقل؟ عشان في عيان الهارت فيلير والله بيحصل دايوريسيس، يعني كلمه دايوريسيس اضرار للبول، وبالتالي انت بتفقد جزء من الدم في صوره بول، وبالتالي هيقل الايه؟ البلاد فوليوم، وهيقل الاحتقان معاه. خلاص؟ تمام؟ طيب النقطه اللي بعدها الكوروناري. كوروناري اللي هو الكوروناري سيركيليشن، اللي هو الاوعيه اللي بتغذي الهارت ماشي. لايف بولس، انا اسف، الكوروناري الاوعيه اللي بتغذي الايه؟ الاوعيه اللي بتغذي القلب. هو ماله؟ مش دعوه بالكوروناري، هو نوع بتاع الكوروناري. بس خد بالك ان في اللارج دوز ممكن يعمل فازو كونستريكشن في الكوروناري. اشمعنى يا دكتور؟ اشمعنى؟ اسالني انا شرحتها يا والله شرحتها. بص، لان في اللارج دوز هيعمل لي استيميليشن في سنتر اسمه البوزون ريسبتور، صح؟ عشان اتفقنا عليها، بس ما ادوش في اللارج دوز يعني. زي اللارج دوز دي حاجه يعني انت داخل اهو في توكسيستي، فانا بدي انا اللي اسمه الدوز بتاعتي، واضحه؟ طيب فقال لك والله هو في الكورونري نو افكت، انما اللارج دوز هيحصل بوزون كونستريكشن. اشمعنى؟ قال لك والله عشان كان بيعمل لي استيميليشن في البوزون ريسبتور. ايه؟ في البوزون ريسبتور في اللارج دوز. خلاص؟ ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعدها على الفينوس بريشر. على الفينوس بريشر بيعمل ايه؟ يعني ايه الفينوس بريشر اصلا؟ يعني فاكرين الاحتقان اللي كان موجود في الفينز؟ ما هو الدم واقف وعمال يضغط على جدران الاوعيه الدمويه، صح؟ سواء سيستميك او بلمونري. سيستميك كان بيعمل لي كونجستد نيك فينز، والبلمونري كان بيعمل لي كرش نفس، حاجه اسمها الديزني يعني، صح؟ طيب اهو قال لك والله الفينوس بريشر بيقل. مش معنى بيقل؟ والله لسببين. سبب الكلية. ليه؟ ما هو قلل حجم الدم، فقلل الضغط ده، صح؟ يبقى ده أول سبب. طب تاني سبب، مش احنا لسه قايلين إن الميكانيزم أوف أكشن بتاع ديجيتاليس إن هو بينهبت الإس إن مود، فبيعمل لي براديكارديا، ولما يحصل براديكارديا القلب يريح، ولما القلب يريح فترة الدستور بتزيد يعني، فالدم يقدر يرجع من الفينز للهارت، وبالتالي هيقل الفينوس إيه؟ هيقل الفينوس بريشر. واضحه ان شاء الله. ده في عيان الايه؟ في عيان الهارت فيلير. طب نورمال، هو النورمال هارت ده كان عنده كونجيشن اصلا؟ لا، ده كان الضغط هنا سليم تمام. زائد ان النورمال هارت ما بيحصلش عنده كيدني اكشن، وبالتالي الفينوس بريشر زي ما هو عادي ما اتغيرش. واضحه الفكره؟ يبقى الفينوس بريشر بيقل، وبالتالي الكونجيشن بيختفي. ليه؟ قال لك والله الكونجيشن بيختفي لسببين اللي احنا قلناهم، بس الكونجيشن كان له نوعين سواء سيستميك او بلمونري. البلمونري ده اللي كان بيعمل لي كرشه النفس، والسيستميك اللي هي الايه؟ الكونجستد نيك فينز بتبتدي ايه؟ تختفي. طيب
نخش على نقطه تقيله شويه، حاجه اسمها الارتيريال بلاد بريشر. ارتيريال ايه؟ ارتيريال بلاد بريشر. بص يا اولاد، عيان الهارت فيلير من حيث الارتيريال بلاد بريشر، اللي هو البلاد بريشر يعني اللي احنا بنقيسه ده، الارتيريال بلاد بريشر بتاعه بيبقى نورمال. بيبقى ايه؟ نورمال. يعني بيزيد ولا بيقل؟ يا عم بيقول لك بيبقى نورمال. اشمعنى؟ لان الديجيتاليس بيزود وبيقلل الارتيريال بلاد بريشر. ازاي يعني يا دكتور؟ ركز كده معايا يا صديقي. بقول لك في عيان فشل القلب هو الوحيد اللي بيزيد عنده الكارديك اوتبوت. لسه قايلها، هتتشرح. ايوه والله، والله هتتشرح باذن الله. ماشي؟ في عيان فشل القلب بيزيد عنده الكارديك اوتبوت. فلما يزيد الكارديك اوتبوت بيحصل ايه؟ يا دكتور، لما بيزيد الكارديك اوتبوت الضغط بيترفع. احنا كنا شرحناه في الاوتونوميك قبل كده، قلت لك ان لما يزيد الكارديك اوتبوت اللي هو مقدار الدم اللي خارج من القلب، بيزيد عندي حاجه اسمها السيستوليك بلاد بريشر، فبيرفع الضغط عندي في الاول. في الاول انا معاك ان لما يزيد الكارديك اوتبوت الضغط هيترفع، انا معاك في النقطه دي. طيب شو قلت لك؟ لما يزيد الكارديك اوتبوت هيزيد الدم اللي رايح للكليه، ولما يزيد الدم اللي رايح للكليه هفقد شويه يورين يعني، واليورين ده هيقلل لي حجم الدم. وانا سالك، لما يقل حجم الدم هيقل الضغط؟ اه. فالضغط اللي رفعناه قللناه ده تاني. الحته دي في الارتيريال بلاد بريشر الديجيتاليس بينرمله. يعني كلمه بينرمله بنسميها نورموتنسيف. في حاجه اسمها هايبر تنسيف بيرفع الضغط، حاجه اسمها هايبو تنسيف بيقلل الضغط. نورموتنسيف يعني بينرمله، يعني كلمه بينرمله بيعملوا نورماليزيشن. بيعملوا ايه؟ نورماليزيشن. ايش معنى بيعمل له نورماليزيشن يا دكتور؟ يا عم خليني معاك. والله هو بيزود الكارديك اوتبوت في عيان فشل القلب. دي مفهوم؟ طيب لما بيزود الكارديك اوتبوت في عيان فشل القلب المفروض الضغط يترفع يا دكتور. اه. ما هو لما بيزيد الكارديك اوتبوت بعد فتره بعد ما الكليه تتروي بالدم، قال لك والله هتفقد جزء من الدم في صوره يورين، وبالتالي الضغط هيقل تاني. يبقى اللي اترفع في الاول قل في الاخر، وبالتالي الضغط بقى ايه؟ الضغط بقى نورمال. واضحه ولا مش واضحه؟ ان شاء الله واضحه. طيب النقطه اللي بعدها، بقول لك ان في النورمال هارت من حيث الارتيريال بلاد بريشر نو ايفكت، مش هيحصل اي حاجه. ليه مش هيحصل اي حاجه؟ قالك والله في النورمال هارت زياده الكارديك اوتبوت ما بتحصلش اصلا، مفيش كارديك اوتبوت بيزيد، ومفيش كيدني اكشن بيزيد، فهو نو ايفكت. بس انا كتبت لك بين قوسين ان هو، بين قوسين كده ان هو ايه؟ ماي بي انكريز، ممكن يزيد في النورمال هارت. ليه ممكن يزيد في النورمال هارت؟ قلت لك شرط انك تديه في لارج دوز. لو اديته في لارج دوز ايه اللي هيحصل؟ ما احنا عرفناها بقى. لو اديته في لارج دوز هيروح يعمل استيميليشن في الباز موتور سنتر، فالضغط بتاعك يترفع. فالضغط بتاعك ايه؟ يترفع. يبقى في النورمال هارت ممكن في لارج دوز فقط ان الضغط يترفع. ليه؟ لانه بيروح يعمل استيميليشن في حاجه اسمها الايه؟ الباز موتور سنتر. خلاص؟ هرجع للعصافيره تاني بس اخلص بس النقطه التقيله دي. جينا بالكارديك اوتبوت. انت عارف معلومه ان الكارديك اوتبوت مش هيزيد الا في عيان الهارت فيلير. يعني انت خدت الديجيتاليس وانت ما عندكش هارت فيلير، الكارديك اوتبوت بتاعك مش هيتغير. ممكن يقل بس مش هيتغير، مش هيزيد يعني. لو انت عندك هارت فيلير وخدت ديجيتاليس، الكارديك اوتبوت بتاعك يزيد، مقدار الدم اللي خارج من القلب ايه؟ هيزيد. ليه بقى؟ بص يا ولاد، هي المساله نسبيه. الكارديك اوتبوت بيساوي ايه؟ الكارديك او البوت بيساوي حاجه اسمها الاستروك فوليوم. ايه الاستروك فوليوم دي؟ اللي هو الكونتراكشن بتاع القلب مضروب في الهارت ريت. ايه الهارت ريت ده؟ اللي هو معدل ضربات القلب. طيب يبقى الكارديك او البوت بيساوي ايه؟ استروك فوليوم في الهارت ريت. فلنفترض مثلا جدلا يعني، جدلا، ان قبل ما ادي الديجيتاليس بيفور اهي، قبل ما ادي الديجيتاليس كان الاستروك فوليوم بتاعي بيساوي 2. تمام؟ طيب والهارت ريت بتاعي كان بيساوي 3. ف 2 في 3 بكام؟ بيساوي 6. طيب ده قبل ما ادي الديجيتاليس. جيت لواحد نورمال، جيت لواحد ايه؟ نورمال، واديته الديجيتاليس. الديجيتاليس هيعمل في النورمال؟ هيزود كونتراكشن وهيقلل الهارت ريت. احنا عارفين كده، مش الديجيتاليس خدناه والله. الاستريس في الميكانيزم في الاكشن بتاعه كان بوزيتيف انوتروبيك وبيشغل الفيجاس، والفيجاس يعمل لي انهبيشن في الاس نود، فالهارت ريت بيقل. صح؟ بوزيتيف انوتروبيك يعني ايه؟ بيزود كونتراكشن، فهيزود لي الاستروك فوليوم. بدل ما كانت 2 بقت 3.
وهيقلل الهارت ريت، فبدل ما كان 3 بقى 2. طيب فعين النورمال ايه اللي حصل؟ 3 في 2 بتساوي كام يا ولاد؟ يعني كده اتغيرت؟ لا، نفس قيمه الكارديك اوتبوت هي ثابته. ليه؟ لان اللي زودناه في الكونتراكشن قللناه في الهارت ريت. اعتقد انا كاتبها بالارقام عشان تتفهم. ماشي؟ طيب ده فعين النورمال، بس انت مدي الديجيتاليز بسمون دوز، فهيحصل ايه في الكارديك اوتبوت؟ نو افكت. طب لما ادي الديجيتاليز بلارج دوز فعين النورمال هيعمل ايه؟ قال لك برضه هيزود الكونتراكشن بمقدار واحد، فالكونتراكشن بدل ما كان 2 بقى 3. تمام؟ طيب انما لما بدي بلارج دوز، فاكرين في اللارج دوز ان شاء الله فاكرين، انا شرحت الميكانيزم اوف اكشن ان شاء الله فاكرين، فاكرين في اللارج دوز كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل انهبيشن في الاس اي نود بطريقتين، طريقه غير مباشره ان هو بيروح يعمل استيميليشن في الفيجاس، يعمل انهبيشن في الاس اي نود، والطريقه الثانيه بالدايركت اكشن بتاعه الديجيتاليز بنفسه كده بيروح على الاس اي نود يعمل فيها انهبيشن، فهتلاقي الهارت ريت بتاعه قل قوي، بدل ما كان 3 بقى 1. تيجي تضربها 3 في 1 بيساوي كام؟ بيساوي 3. يعني الكارديك اوتبوت حصل ايه؟ قل. ده فين؟ في اللارج دوز. يبقى تاني من حيث الكارديك اوتبوت عشان نفهمها بس، من حيث الكارديك اوتبوت ايه اللي بيحصل؟ قال لك من حيث الكارديك اوتبوت يا دكتور والله في النورمال بيرسون يا اما نو افكت يا اما يقل. ليه؟ انك والله انا متاكد انك زودت كونتراكشن، بس في اللارج دوز قللت هارت ريت قوي. قللان الهارت ريت كان اكتر من زياده الكونتراكشن. كانت تقيل صح؟ هنقراها مع بعض المذكره ان شاء الله ودينا في لذيذه باذن الله. طيب طب نمسك عيان الهارت فيلير نخلص منه. عيان الهارت فيلير كان قلبه شبه ميت مش قادر ينقبض. ماشي؟ فانت لما بتدي الديجيتاليس، الديجيتاليس بيكون تاثيره قوي جدا 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 على الكونتراكشن، بيعلل الكونتراكشن بصوره فظيعه. ده المين اكشن اصلا بتاع الديجيتاليس، ان هو بيعمل بوزيتيف انوتروبيك اكشن، بيزود الكونتراكشن. فبدل ما كان 2 في عيان هارت فيلير بقى 6. بقى 6، كنت بقول لك بيعمل لي حاجه اسمها سترونج شورت كونتراكشن او سيستوليا. سترونج شورت كونتراكشن ساعتها كتبتها لك هنا اس اس سي. صح ولا لا؟ سترونج شورت ايه؟ كونتراكشن. في عيان هارت فيلير الستروك فوليوم عنده بتزيد قوي، بتبقى بمقدار 6. بتبقى بمقدار كام؟ 6. وبيقلل الهارت ريت. انا معاك، بدل ما كانت 3 في النورمال او بيفور، بدل ما كانت 3 بقت كام؟ بقت 2. هو قلل الهارت ريت. 6 في 2 بكام يا ولاد؟ ب 12. انا ضربتها بالارقام يعني عشان توضح اكتر مش عشان تتلخبط. ها ان شاء الله الدنيا سهله. 6 في 2 ب 12، 6 في 2 ب 12. ماشي؟ فقال لك هنا دلوقتي الكارديك اوتبوت بقى ايه؟ زاد. يبقى الكارديك اوتبوت في عيان هارت فيلير هيزيد. بكل بساطه بقى عايز احفظها احفظها، عيان هارت فيلير الكارديك اوتبوت هيزيد. ليه؟ مقدار زياده الكونتراكشن اكبر من مقدار قلل الايه؟ الهارت ريت. طب في النورمال بيرسون والله في السمول دوز نو افكت. طب في اللارج دوز ممكن يقل. ليه؟ لان مقدار زياده الكونتراكشن اقل من مقدار قلل الايه؟ الهارت ريت. نقراها بس كده مع بعض الحته دي. وزي دي بتقول لك ايه؟ تقول لك ان على مستوى الكارديك اوتبوت اللي بيحصل على مستوى الكارديك اوتبوت كاتب ايه؟ الكلام اللي بالرصاصي عندك بيقول لك ان الكارديك اوتبوت بيساوي الاس في اللي هي الفوليوم اللي مش عارفها والديجيتاليس بيزودها في الهارت ريت والديجيتاليس بيقللها، فالمفروض ان الاس ده تفضل ايه ثابت لو عيان ده نورمال ايه؟ لو عيان ده نورمال هارت. نزل لي بس كده على نورمال هارت بقول لك نو افكت. ات ماي ديكريز ديلي. قال لك ده في اللارج دوز، زودت بس كلمه اللارج دوز. ليه؟ لان زياده الكونتراكشن بيكون اقل من قللان الهارت ايه؟ ريت. طب اللي فوق في الهارت فيلير بيقول لك ان الكارديك اوتبوت هيزيد. ليه؟ لان انكريس الكونتراكشن بيكون اكتر من قللان الايه؟ الهارت ريت. الكلام واضح اظن يعني. نرجع بس للعصفور كده بسرعه. الاندوكراين اكشن، الاندوكراين اكشن بتاعه والله هو كان استرويد في الاندروجين، فبيعمل لي مرض التثدي عند الرجاله، وبيعمل لي حاجه اسمها جلاكتوريا اللي هو مؤثر اللبن عن الستات. على السي ان اس بيعمل استيميشن في ثلاث جهات، فيجاس فازونتور سنتر وفوميتنج سنتر، اللي اسمه الثاني سي تي زد، الفيجاس في السمول دوز، الاثنين الثانيين في اللارج دوز هيدوني الدم زي ما شفنا. طيب على الجي اي تي مش انا سالك ان هو بيعمل استيميشن في الفوميتنج سنتر، يبقى بيعمل لي نوزيا وفوميتنج. وخد بالك ان كان بيعمل استيميشن في الفازونتور في الفوميتنج سنتر في اللارج دوز. تمام؟
يا وجيه اعمل شاي يا وجيه. في الفومتنج سنتر، الفومتنج سنتر احنا قلنا فين؟ فدي ايه اللي ساين اوف توكسيستي؟ وبقى اللارج دوز هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي نوزيا وفومتنج. دي ايه اللي ساين اوف توكسيستي؟ دي بتنزل في الام سي كيو كتير. خلاص؟ طيب الكيدني اكشن بتاعه، تلاقي الكيدني اكشن مش هيحصل الا في عيان الهارت فيلير. ليه؟ لان هو العيان الوحيد اللي اثبتنا بالارقام ان هو العيان الوحيد اللي هيزيد عنده الايه؟ الكارديك اوتبوت. فلما يزيد الكارديك اوتبوت الدم هيوصل للكليه كتير، هيحصل فلتريشن كتير، هيزيد اليورين، وبالتالي البلد فوليوم هيقل، وبالتالي هيقل الايه؟ الكونجشن. النقطه اللي بعدها الرينال اللي كان بيطلع ما عادش بيطلع، فما عادش بيحصل انجيوتنسين 2، والالستيرول ما عادش بيطلع، فاحتباس الميه والملح ما عادش ايه بيحصل، اللي هو صوديوم اندوتر ايه ريتنشن. النقطه اللي بعدها على مستوى الايه؟ على مستوى السيركيليشن البلاد فوليوم بيقل. الكورونري قال لك ما بيحصلش فيها اي تغيير، بس خد بالك من نقطه، لو مديك لارج دوز هيروح يعمل سيركيليشن في الفاز موتور سنتر، فيحصل ايه؟ فاز وكونستكشن. النقطه اللي بعدها على الفينوس بريشر، بيقل الفينوس بريشر في عيان الهارت فيلير، ان هو كان عالي اصلا، كان عنده سيستم كونجيشن، كان عنده بالموناري كونجيشن، قال لك هيقل. قلت لك هيقل لسببين، لان الديجيتاليز بيقلل الهارت ريت فالدم يرجع، زائد ان هو بيشتغل على الكليه فبي اصلا بيتخلص من شويه دم محترمين. الارتيريال بلد بريشر بيقول لك في عيان فشل القلب بيزيد عنده الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت لما يزيد في الاول اهو وسع صبور، في الاول بيرفع الضغط. طب بعد كده قال لك والله بعد كده لما الكارديك اوتبوت يزيد هيروح الكليه، فالضغط هيقل تاني، اللي زودناه قللناه تاني او نزلناه تاني، فبيحصل حاجه اسمها ايه؟ نورماليزيشن في البلد بريشر. طب النقطه اللي بعد كده بقول لك لو نورمال هارت والارتيريال بلد بريشر عنده بيحصل له ايه؟ قال لك لو نورمال هارت في السمول دوز يا ولاد، قال لك مفيش اي تاثير على الضغط، انما لو اديته لارج دوز ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ لو اديته لارج دوز بيروح يعمل سيميشن في الفاز موتور سنتر، ممكن الضغط الارتيريال يترفع عندك ايه؟ يترفع عندك شويه. خلاص؟ طيب من حيث الكارديك اوتبوت، الكارديك اوتبوت بكل بساطه خالص في الهارت فيلير بيزيد، انما في النورمال بيرسون ما بيزيدش ولا بيحصل له اي حاجه، نو ايفكت. انما لو اديت الديجيتالز بلارج دوز ممكن يقل. ليه؟ انت موتت الهارت ريت خالص، قللت الهارت ريت خالص. خلاص؟ نعمل مع بعض كده الديجيتالز اكشن. الديجيتالز اكشن من اول صفحه اللي قبلها بقى، يعني انت هتقلب الصفحه اللي قبلها اللي هي صفحه رقم 17. ها يعني بدات باول حاجه اسمها البوزيتيف انتروبيك اكشن. مش عارف انا ايه مزيد، بقول لك يعني ايه انتروبيك؟ هتقول لي ايه مدهله القوه؟ يعني اذا قوي القلب يعني هيعمل لي كونتراكشن، صح؟ عارفينها. قلت لك ان انا كنت بصنف في التقسيمه اللي في الاول خالص الديجيتالز ايه احسن اكشن عند الديجيتالز، كنت بقسمه اصلا ان هو انتروبيك، فهو الموست ايفيدنت او الموست يوزفول ايه اكشن بتاع الديجيتالز. ده اهم حاجه بيعملها الديجيتالز في عيان هارت فيلير، هو المور يوزفول اكشن، ان هو بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف انتروبيك اكشن. طيب قلت لك ان الكونتراكشن بتاع الديجيتالز وثبتها لك في الميكانيزم اوف اكشن ساعه ما قلت لك ان هو بيزود الكالسيوم، والكالسيوم ده بيخش جوه الاس ار بتاعت الهارت يعني، فلما تيجي تخرج لما يجي يخرج الكالسيوم بيخرج بكميات مهوله، صح؟ فقال لك لما يخرج بكميات مهوله بيعمل لي كونتراكشن عظيم. كنت بقول لك عليه اس اس سي او اس اس اس، سترونج شورت كونتراكشن او سترونج شورت سيستول. يعني ايه؟ قال لك والله بينقبض انقباضه بيطلع كل اللي جواه. بص اهي هيعمل حاجه اسمها سترونج شورت سيستول، فقال لك لما ينقبض انقباضه بيطلع كل اللي جواه، فانا بتخلص من الدم، كل الدم اللي موجود في الهارت. اصل الهارت فيلر ده اسمه كونجستيف هارت فيلر. يعني ايه كونجستيف هارت فيلر يا ولاد؟ كونجستيف يعني حصل كونجيشن في القلب، الدم القلب مليان بالدم والفيزلز برضه مليانه بالدم، فحصل حاجه اسمها كونجيشن في القلب في الفيزلز عموما يعني. تمام؟ طيب فقال لك والله لما يحصل السترونج شورت سيستول ده، قال لك والله القلب بيقدر ان هو يتخلص من الدم كله، فبالتالي هيحصل حاجه اسمها بيتر ايميتنج. بيتر ايه؟ ايميتنج، انا فضيت الدم، فضيت القلب من الدم كله، ماشي؟ طيب الدم لما كان موجود في القلب يا ولاد كان بيشد عضلات القلب وينزل بيها لتحت، فبيريح الدايفرام قوي، فالراجل ده بيجي له كرشه نفس اكتر، انت فاهمين الفكره؟ بيزيد حاجه اسمها الهارت سايز، ماشي؟ فانا لما اتخلصت من الدم اللي كان ساحب القلب لتحت كله مشي من القلب، صح؟
طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لك حجم القلب الطبيعي هيقدر ان هو يرجع تاني للطبيعي، فبيقول لك ديكريز الرقم ايه؟ الهارت سايز، ماشي؟ يبقى بيعمل حاجه اسمها سترونج شورت ستول، فتخلص من الدم اللي كان هيشيل القلب ده اللي كان محتشي في عضله القلب، اسمه احتشاء عضله القلب اصلا، ماشي؟ فيحصل حاجه اسمها بيتر ايمتنج، فضلت الدم كله والهارت سايز هيرجع نورمال تاني. طيب كده انا بشوف في شويه مصطلحات كده مذكره على ما اتذكر، يعني مش عارف مش فاكر شفتهم ولا لا، بس شغل عليهم يعني. حاجه اسمها الاي اس في، حاجه اسمها الاي دي في، شغل عليهم هقول لك معناهم، بس شغل عليهم مش محتاجينهم يعني. الاي اس في دي حاجه اسمها الاند سيستوليك فوليوم. يعني كلمه اند سيستوليك فوليوم بيقول لك ان في نهايه فتره السيستول بعد ما حصلت سيستول، حجم الدم اللي موجود في القلب عمل ايه؟ ما هو قلب، ما هي هيها شغل عليها بس ما تطبقش نفسها. ان السيستوليك فوليوم اللي هو حجم الدم او مقدار الدم في نهايه فتره السيستول، ايه اللي حصل؟ ان خلاص الدم كله فاكيد قلب، ماشي؟ فكك منهم شغل عليهم، ماشي؟ دي اول نقطه. طب تاني نقطه حاجه اسمها امبروف الميكانيكال افشنسي. يعني كلمه امبروف الميكانيكال افشنسي، كلمه افشنسي يعني كفاءه، يعني بيحسن الديجيتاليز ده بيحسن كفاءه شغل القلب. ازاي يعني يا دكتور؟ مش فاهم. بص انا هضرب لك مثال بلدي، مثلا هنا في المكان عندي، مثلا انا بعت سماعه وبعت جهاز ضغط، زي مثلا ان انا بعت السماعه ب 500 جنيه وجهاز الضغط ب 500 جنيه، بس الاثنين دخل جيبي 500 جنيه. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا كنت جايب السماعه زي مثلا ب 490 جنيه، فكسرتني كام؟ 10 جنيه. انما جهاز الضغط كنت جايبه ب 100 جنيه، ماشي؟ فكسبني كام؟ 400 جنيه. الفكره كلها ان انا دخل جيبي في الحالتين 500 جنيه، بس واحده كسبتني كتير لان انا ما صرفتش فيها كتير، اللي هو جهاز الضغط. ما صرفتش فيه كتير، بس الحاصل اللي دخل جيبي كام؟ 500 جنيه. انما ده كنت كام برضه 500 جنيه، بس كنت صرف عليه كتير، صح؟ كنت بصرف عليه كام؟ جايبه ب 490 جنيه. فاللي كسبني كان 10 جنيه بس، فاهمين الفكره؟ ان شاء الله واضح. بصوا كده يا اولاد، بقول لك ان كفايه اي شغل بتتحسب ازاي؟ العائد اللي دخل لك على الشغل المبذول، العائد اللي دخل لك على الشغل المبذول. طيب ده كفايه اي شغل لما تيجي تحسب دراسه جدوى كده وبتاع، هو هصرف قد ايه ولا هيدخل لي قد ايه؟ مالكش دعوه بالمبلغ اللي انت حاطه في جيبك، فاهم الفكره؟ فاهمين الفكره يعني؟ طيب بالنسبه لكفاءه الشغل، يعني بالنسبه لكفاءه الشغل بتاع القلب، عباره عن ايه؟ حاجه اسمها الميكانيكال افشنسي. حاجه اسمها ايه؟ الميكانيكال افشنسي. يعني كلمه ميكانيكال افشنسي اللي هي كفاءه الشغل، يعني هو بيحسنها ازاي؟ ما تيجي نعرف الميكانيكال افشنسي دي بتساوي ايه. الميكانيكال افشنسي بتساوي الكاردياك اوتبوت، قد ايه من الدم خرج من القلب في الدقيقه، على الاوتو ديماند، هو انت استهلكت اكسجين قد ايه عشان تخرج كميه الدم دي. فهمناها؟ يبقى الميكانيكال افشنسي بتساوي ايه؟ بتساوي الكارديك اوتبوت اللي هو مقدار الدم اللي خرج من القلب، على انت استهلكت كميه اكسجين قد ايه عشان تخرج الكميه دي. هو الديجيتاليس بيعمل ايه يا ولاد؟ الديجيتاليس بيقلل الهارت ريت. اصل استهلاك القلب لعضله الاكسجين بيتم عن طريق الهارت ريت، فهو لما قلل الهارت ريت قلل استهلاك الاكسجين، صح؟ فقلل المقام. يبقى تاني الديجيتاليس هيقلل الهارت ريت، فهيقلل استهلاك القلب عضله الاكسجين، فقلل الايه؟ المقاومه. طب الديجيتاليس بيعمل ايه؟ بيزود الكونتراكشن. لما يزود الكونتراكشن بيزود الكارديك اوتبوت. يبقى تاني الحته دي ابتدي عشان تقيل. بقول لك بيمبروف الميكانيكال افشنسي بتاعه الهارت. يعني ايه كلمه امبروف الميكانيكال افشنسي بتاعه الهارت دي يا اولاد؟ بقول لك الميكانيكال افشنسي بتساوي بكل بساطه كارديك اوتبوت على الاوتو ديماند. لا تكتب القانون ده على جنب، ماشي؟ بيساوي الكارديك اوتبوت على الاوتو ديماند، ماشي؟ هو بيعمل ايه؟ قال لك بيزود الكارديك اوتبوت. اشمعنى؟ يعني بتعتمد على الكونتراكشن، والديجيتاليز بيزود الايه؟ الكونتراكشن. طب الاوتو ديماند بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الهارت ريت. قال لك ما الديجيتاليز بيقلل الهارت ريت، وبالتالي بيقلل استهلاك عضله القلب الايه؟ الاكسجين. فانا كده المحصله النهائيه انا زودت مقام وقللت بسط، فالميكانيكال افشنسي بتاعتي ايه؟ زادت، ماشي؟ يبقى المحصله النهائيه امبروف الايه؟ الميكانيكال افشنسي. واضحه؟ ان شاء الله. طيب النقطة اللي بعدها يا ولاد، بقول لك إن الديجيتاليز بيشتغل حاجة اسمها نيجاتيف كورونو تروبيك. كلمة كورونو يا ولاد، كلمة كورونو تروبيك يا ولاد يعني نسبة إلى الهارت ريت. كلمة كورونوسيتي باللاتيني يعني مدة، ماشي؟ فقال لك والله يبقى نيجاتيف كورونو تروبيك، نيجاتيف يعني بيعمل انهبيشن، وكورونو تروبيك يعني في الهارت ريت، يعني بيقلل الهارت ريت يعني. لما يقلل الهارت ريت بيعمل إيه؟ القلب بيريح. لونج دايستول، فلما القلب يريح ايه اللي هيحصل؟ قول انت، يتغذى كويس
والدم هيرجع له كتير. فقال لك والله بيزيد الفينس ريترن، تقريبا مكتوب عندك مصطلح تاني نشوفه كده. بوم 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 بوم. بيتر فيلينج اوف ذا هارت، يعني القلب بيبقى كويس، يعني الدم بيرجع يا اولاد من الفينز للقلب، بنسميها بيتر فيلينج اوف ذا هارت. بيتر فيلينج اوف ايه؟ اوف ذا هارت، ماشي؟ فقال لك لما القلب يبقى كويس والدم يرجع من الشرايين كلها للقلب هيحصل ايه؟ هيقل عندك حاجه اسمها الايه؟ الكونديشن، الا وهي الايه؟ الاحتقان. واضحه؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب النقطه اللي بعدها انا كنت شرحتها، شرحتها في الميكانيزم في اكشن وزودتها عندك هنا في الحته. بقول لك ايه؟ بقول لك ان الاتروبين بيقفل البراديكارد بتاعه الديجيتالز اللي بيعملها الديجيتالز. قال لك والله كومبليتلي في السمول دوز، انما بارشلي في اللارج دوز. مكتوب عندك بصيغه ثانيه بيقول لك تقريبا ان الاتروبين بلوك براديكارديا انديوسد باي سمول دوز رازر ذان اللارج دوز. يعني ايه؟ هو بيقفل السمول دوز انما ما بيقدرش يقفل الايه؟ اللارج دوز. اشمعنى؟ هتقول له ايه؟ هقول له والله عشان في السمول دوز، انت هتشرح الموضوع ان في السمول دوز البراديكارد بتحصل نتيجه الفيجاس والاتروبين بيقفل الفيجاس، انما في اللارج دوز البراديكارد بتحصل نتيجه الفيجاس والدايركت اكشن. هو هيقفل الفيجاس انما هيعرف يقفل الدايركت اكشن؟ لا. شرحت قبل كده صح؟ النقطة اللي بعدها اخر نقطة ان هو بيعمل انيميشن في الايفي مود، وبالتالي بيحمي الفيرتيكال. كنت قلت ان هو بيبوظ الاتريا، بيقفل الايفي مود، مفيش امبلسز هتنزل من الاتريا للفيرتيكال، فبيحمي الايه؟ فبيحمي الايه؟ الفيرتيكال. طيب اخر جزئية عايزك تصحصح معايا فيها، نوقف لغاية هنا عشان انا والله جبت اخر. هنكمل ان شاء الله بكرة باذن الله، هصور وارفع بس يا رب الفيديو ده يترفع يعني. اخر جزئيه ولا حاجه اسمها الاي سي جي. حاجه اسمها ايه؟ الاي سي جي، راس القلب. ما تتخضش، السؤال ده بينزل لوحده. اي سي جي تشينجز اوف ديجيتال، نزل قبل كده. اقول لك الاي سي جي تشينجز اوف ديجيتال، مش عايزك ترسم الرسم ده بس عشان تفهم عليه، خلاص؟ مش عايزك ترسم حاجه بس الرسم ده عشان تفهم من عليه. ركز كده معايا، انا هشرح الاي سي جي فيسيولوجي الاول عشان نفهم الديجيتال هيحصل عليه، تمام؟ طيب قبل ما اشرح الاي سي جي او رسم القلب ده، انا شايف اللي بيحصل في القلب حاجات انا شرحتها قبل كده. المفروض دي الاس اي نود يا اولاد. الاس اي نود هتولد الامبلس، الامبلس هيمشي في طريقين، طريق بين خلايا الاتريا هتنقبض الاول، والطريق الثاني هيمشي كده ويروح للايفي نود، والامبلس يريح شويه في الايفي نود. ريح شويه، شويتين، ثلاثه، بعد كده الايفي نود هتبقى نقله الامبلس دي الفنتريكل، فالفنتريكل يقدر ان هو يبتدي ان هو ايه؟ ينقبض. طب بعد ما ينقبض الفنتريكل هيريح، خلاص؟ يبقى ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ الطبيعي او النورمال اللي بيحصل، الامبلس بيتولد من الاس اي نود، ينتشر بين خلايا الاتريا، الاتريا ينقبض، يكون الامبلس وصل للايفي نود، اول ما بيوصل للايفي نود بيريح. بتسميه حاجه اسمها الايفي نودال ديلي، الايفي نودال بتتاخر وعلى مهلها وبراحتها، مش وراها امتحانات، ماشي؟ فالايفي نودال ديلي بتتاخر، ماشي؟ متاخر الامبلس عندها شويه، بعد كده تبتدي تنقله لايه؟ للفنتركل، فالفنتركل يبتدي يحصل له ايه؟ كونتراكشن. بعد ما بيحصل له كونتراكشن اكيد هيحصل له ايه؟ هيحصل له ايه؟ ريلاكسيشن او ريبولايزيشن. طيب ادي رسم القلب. ايه اللي بيحصل؟ البي ويف دي يا اولاد تعبر عن الاتريال ديبولايزيشن. هكتبهم لك هنا اهم يا اولاد، يا ريت بس تقفلهم عندك في المذكره. البي ويف يا اولاد دي بتعبر عن حاجه اسمها الاتريال ديبولايزيشن. مش دي اول حاجه في رسم القلب؟ اول حاجه حصلت عندي هنا ايه؟ ان الاتريال انقبض، صح؟ قال لك الاتريال دي، خد بالك بس من لقطه صغيره، هي يعني مش مهمه عندي في الفرق، بس مهمه في الهيستولوجي، انا اكيد نجيبها اكيد بعدين. بس البوينت في ايه؟ البوينت ان انت اللي انت شايفه هنا بتشوف كونتراكشن، انما الاي سي جي حاجه اسمها الكتروكارديوجراف. اي سي جي اختصار الكتروكارديوجراف، فهو بيصور كهرباء. فلما تيجي تقول ان البيوت بتعبر عن ايه؟ هتقول اتريال ديبولايزيشن مش كونتراكشن. ماشي؟ ليه؟ ديبولايزيشن دي هي الكهرباء، انما كونتراكشن دي الحاجه اللي حصلت. تمام؟ مش مهم عندي. انا بس يعني راجل دقيق ما ينفعش. يبقى البيوت ده عباره عن ايه يا اولاد؟ الاتريال ديبولايزيشن. اتريال ايه؟ ديبولايزيشن. طيب بعد ما حصل اتريال ديبولايزيشن ايه اللي حصل؟ الامبلس فضل ماشي وجه هنا ريح، صح؟ قال لك ما هو باين الكلام ده على الاي سي جي.
هنا فترة راحة ما حصلش أي تغيير. فترة الراحة دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها الـ BR interval. يعني كلمة interval يعني الفترة ما بين الـ B والـ R. الفترة ما بين الـ B والـ R دي حصل فيها إيه يا أولاد؟ قال لك والله كان الـ impulse عندها مريح في الـ AV node. يبقى الـ BR interval دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن حاجة اسمها الـ AV node delay، تأخير الـ impulse اللي بيحصل في الـ AV node. خلاص؟ طيب عندي حاجة اسمها الـ QRS. بعد ما الامبلس رايح هنا حصل ايه؟ انتشر وراح للفنتريكل. فلما انتشر وراح للفنتريكل هيحصل ايه؟ فنتريكولار دي بولاريزيشن. فالفنتريكل يبتدي ايه؟ يحصل في دي بولاريزيشن وينقبض هناك. فالكيو ار اس دي بتعبر عن ايه يا اولاد؟ بتعبر لي عن حاجه اسمها الفنتريكولار دي بولاريزيشن. فنتريكولار ايه؟ دي بولاريزيشن. خلاص؟ طيب بعد ما الفنتريكل انقبض في الكيو ار اس، بعد ما انقبض ايه اللي يحصل يا اولاد؟ اللي يحصل قال لك والله هيبتدي يريح. فتره الراحه بص 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 من اول ما انقبض لعند التي بعد نهايه التي كده، من اول ما انقبض لعند نهايه التي دي فتره الايه؟ فتره الراحه. يبقى الحته دي الجزئيه دي ما بين الاس والتي بنسميها الاس دي سيجمنت. بنسميها الايه؟ الاس دي سيجمنت. طب والتي ما التي تبع ايه؟ الريبولاريزيشن. يبقى الاس دي سيجمنت والتي ويف دي مرحله الايه؟ الريبولاريزيشن. والريبولاريزيشن بيتم يا اولاد عن طريق حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم. ايه الصوديوم بوتاسيوم؟ كان ده شرحه في الريسيرش التفصيل، وانا برجع اعيد عليه تاني في الاريزميا ان شاء الله تعرفوا يعني. طيب نعيد بس الكلام اللي انا قلته تاني سريعا بسرعه بس. والله الويفز بتاعت الاي سي جي مترتبه ابجديا يعني بيو بيو بي كيو ار اس دي ماشي بي كيو ار اس اي تي. البي دي تعبر عن ايه؟ اول حاجه حصل مش دي اول موجه؟ البي دي مختارينها عشان برايمري اصلا، بعد كده هتحتاروا يسموا دول ايه؟ فاهم يعني بي كيو ار اس تي بقى، فاهم الفكره؟ يبقى بي برايمري، دي برايمري ويف ماشي. طيب ايه اللي بيحصل فيها يا اولاد؟ او بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الاتريال ايه؟ دي بولاريزيشن. طب في فتره تاخير كده يا اولاد مفيش اي كهرباء حاصله في القلب، يا ترى خير في ايه؟ قلت لك اه، ما الامبلس هنا مريح، بتسميها يبقى البي ار انترفال. ده الفتره ما بين البي والار بتعبر عن ايه يا دكتور؟ قلت لك بتعبر عن حاجه اسمها الاي في نودال ايه؟ الاي في نودال ديلي. طب الكيو ار اس؟ لا الكيو ار اس دي كلها يبقى اكيد ده فنتريكولار ايه؟ فنتريكولار دي بولاريزيشن. طب الاس دي سيجمنت والتي ما بعد الفنتريكولار دي بولاريزيشن بيحصل فنتريكولار ريبولاريزيشن عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم. ده في السويتش. تعالوا نشوف بقى الاي سي جي تشينجز ويز الديجيتاليس. اكيد الديجيتاليس هيغير لي في الطبيعه ايه؟ هو بيشتغل على القلب صح؟ ركز كده معايا. هو اول حاجه بيعملها الديجيتاليس ايه؟ اول حاجه بيعملها الديجيتاليس ان هو بيعمل انهيبيشن في الاس اي نود صح؟ فتلاقي عنده برادي كارديا. يعني ايه؟ المفروض بعد الويف دي في فتره كده صغيره وبعد كده تبدا ويف جديده بالبي والكيو ار اس وكده. قلت لا، بعد الويف دي بعد ما بتحصل بستنى فتره كتيره قوي عشان تبدا ويف ثانيه. فقال لك والله في الاي سي جي بشوف حاجه اسمها برادي كارديا، يعني ايه؟ رسم القلب كله مش فاكر بتاع 3 4 بس. ليه؟ حاصل برادي كارديا. يبقى اول تغيير بيحصل برادي كارديا. ليه؟ لانه قفل لي الاس اي نود. راجع بس الديجيتالز بيعمل ايه؟ طيب النقطه اللي بعدها الديجيتالز كان بيقفل الاي في نود. فلما اقفل الاي في نود تباني ازاي يا ولاد على الاس جي؟ الاي في نود وانا ذكرتها فين؟ كنت ذكرتها في البي ار انترفال. البي ار انترفال ده مدته لما اقفلها قال لك والله الامبلس هيتاخر هنا زياده عن الزياده اللي هو بيتاخرها، ما انا عامل فيه انهبيشن فيفضل متاخر. الامبلس واقف مستني واقف مستني واقف مستني، اشمعنى خير؟ ما الديجيتاليس موجود وعامل فيه انهبيشن صح؟ فقال لك والله هتبتدي فتره البي ار دي توسع، بقت كبيره قوي خلاص. فقال لك البي ار انترفال بقت برولونجد. بقت ايه برولونجد؟ بعد ما خلص اقراها معاك ماشي. البي ار انترفال بقت ايه؟ بقت برولونجد خلاص. طيب بيعمل ايه تاني الديجيتاليس؟ والله كان بيعمل لي اس 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 اللي هي سترونج شورت سيستول. سترونج ايه؟ شورت. سترونج وشورت سيستول. سيستول اللي هو انقباض انقباض الفنتركل صح؟ قال لك فالكيو ار اس دي كانت بتعبر عن ايه؟ عن انقباض الفنتركل. او فنتركل دي بولاريزيشن فهتبقى شورت صح؟ بقت صغرت بقت شورت.
تمام. طيب النقطه اللي بعدها قال لك والله هو انا مش فاكر انا كاتب انكريس امبليتيود ولا لا، ثواني كده شورت لا انا كاتبها برضه شورت بس ماشي. فقال لك الكيو ار اس دي هتبقى ايه؟ هتبقى شورت، هتبقى ايه؟ شورت يعني كلمه شورت تبقى صغيره. ليه؟ مش بقول لك سترونج شورت سيستوليك، وسيستول ده عن انقباض الايه؟ الفنتر كده، فتبقى سترونج شورت ايه؟ سترونج شورت سيستول. طب بص 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 بص، في حاجه هنا اسمها الكيو تي انترفال، حاجه اسمها ايه؟ كيو تي. الكيو تي انترفال ده المده بتاعت الكيو لعند التي، مش دي بقت شورت ودي تبع المده، فالمده كلها تصغر، مش دي صغرت؟ مش دي مدتها صغرت؟ مده انقباض القلب صغرت؟ اه، فبالتالي المده الكبيره صغرت برضه، صح؟ فلما اقول لك شورت كيو ار اس هي شورت كيو تي، صح ولا ايه؟ يبقى شورت كيو ار اس هي كلمه شورت ايه؟ كيو تي انترفال، تمام؟ طيب نعيد اللي احنا قلناه تاني، معلش بسرعه، معلش قبل ما نخش في الحته الثقيله اللي جايه، نعيد اللي احنا قلناه تاني بسرعه. قلت لك هيعمل انهبيشن في الاس نود، فبيحصل بريدي كارد، دي مش مستاهله، في ارقام عندك هنشبر عليها واحنا بنقرا عادي. بينهبت الاس نود فبيحصل ايه؟ بريدي كارد. بينهبت الاي في مود، هي الاي في مود على الاس جي تبان ازاي؟ اه ده البي ار انترفال، فلما اعمل فيها انهبيشن هتلاقي البي ار انترفال وسعت مني. طب الكيو ار اس، الكيو ار اس والله دي بتعبر عن حاجه اسمها الفنتريكولار ديبولاريزيشن. كان بيعمل لي فيها ايه؟ قال لك والله كان بيعمل لي حاجه اسمها سترونج شورت سيستول، فتلاقي الكيو ار اس بقت ايه؟ شورت، ما الكيو ار اس دي جزء اصلا من الكيو تي، فلما بقت شورت بقت ايه؟ بقت الكيو تي كلها شورت، ماشي؟ طب نخش على الجزئيه دي، مش الجزئيه دي يا ولاد مسؤوله عن حاجه اسمها الريبولاريزيشن؟ اه، هو الريبولاريزيشن بيتم عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الصوديوم بوتاسيوم بوند. هو الديجيتاليس كان بيعمل ايه في الصوديوم بوتاسيوم بوند؟ انا بس ده من النوتيفيكيشن، المهم هو الديجيتاليس كان بيعمل ايه في الصوديوم بوتاسيوم بوند؟ قال لك والله الديجيتاليس كان بيعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بوند. فلما اعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بوند ايه اللي يحصل يا ولاد؟ المفروض لما اعمل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم بوند انا عايز الويف بتاعتي تنزل لتحت، انا لازم انزل الخط ده لتحت. طب بص انا عايز انزل الاس تي سيجمنت لتحت، بص مش ده خط مستقيم؟ لما اجي انزله لتحت هيبقى عامل كده ماشي، بس دي موجه طالعه لفوق، هاجي انزلها لتحت هتقل شويه، انا اسف هتقل شويه كده، ممكن تبقى مستوي تاني الحته دي. لما اقفل الصوديوم بوتاسيوم بامب المفروض رسم القلب بينزل لتحت، رسم القلب بينزل ايه؟ لتحت، بس على حسب المنطقه بقى. بص الاس تي سيجمنت ده خط مستقيم اصلا، يعني هو في الطبيعي خط مستقيم، فلما ينزل لتحت اهو نزل لتحت، بان عندي بان عليه كده ديبريست، نزل لتحت. طيب دي ويف اصلا، يعني دي بوزيتيف ويف، بوزيتيف ويف كانت طالعه فوق ماشي. فلما اجي انزلها بص هتنزل هتبقى ديمينيشن صغيره بس شويه، ممكن تبقى خط مستقيم، ممكن تبقى ايه؟ خط مستقيم. انت لو اتغبيت في جرعه الديجيتاليس هتعرفها من الاي سي جي، هعرفها ازاي من الاي سي جي؟ والله لو اتغبيت في جرعه الديجيتاليس اول حاجه هلاحظها هلاقي التي ويف دي مش ديمينيشن ومش ماشيه على خط مستقيم، لا ده هلاقيها نزلت لتحت، هلاقي ايه؟ نزلت لتحت، بنسميها انفيرتد، يعني كلمة انفيرتد اتعكست، أصل هي كانت ويف. فبنلاقي ايه؟ انفيرتد، يعني كلمة انفيرتد اتعكست، بدل ما كانت فوق بقت تحت. واضحة؟ ايه ده اللي هشوفه أصلاً لما تغيبها في جرعة الديجيتاليس؟ بتشوف حاجة اسمها بلسس باي جيمينس اند تراي جيمينس. وكنت قلت لكم ان بلسس باي جيمينس اند تراي جيمينس هبوريكم صورتها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله والله بعد يعني ان شاء الله هوريكم صورتها البلسس باي جيمينس اند تراي جيمينس دي على صوره اس جي طبيعيه يعني. خلاص؟ نعيد الاس جي تاني بسرعه قبل ما نقفل يعني، نعيد الاس جي تاني بسرعه. انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا عندي في الاس جي شويه ويفز كده، مترتبين ازاي؟ والله البي البرايمري، فدي ان شاء الله هتفكرني بالباقي، بي كيو ار اس تي ماشي؟ البي دي بتعبر عن ايه؟ ادريال كونتراكشن ادوك يا حبيبي، مش كونتراكشن ديبولايزيشن، مش هنختلف. ادريال ديبولايزيشن. كيو ار اس قال لك والله كيو ار اس دي فنتريكولار ديبولايزيشن. طب ما في بين الادريال ديبولايزيشن والكيو ار اللي هو فنتريكولار ديبولايزيشن مرحله من التاخير كده اسمها ايه؟ الايفي مودال ديلي. اه اصل الحته دي كانت مرحله التاخير ماشي؟ طب بعد ما حصل ديبولايزيشن في الفنتريكل قال لك والله هيريح،
يبقى دي فتره الراحه بتاعته. هو بيريح عن طريق ايه؟ بيريح عن طريق حاجه اسمها الصوديوم، وده اسمه ايه؟ بار. خلاص. طب ما تقول لي الديجيتالز بقى هيغير لي ايه في البتاع ده؟ هيغير لي ايه في الاي سي جي؟ قلت لك اول حاجه هيغيرها ان هو بيقفل السيانود، فبيحصل عندي حاجه اسمها ايه؟ برادكاردي. فرغها معايا بالاسلوب ده عشان ما تنساش حاجه في الامتحان لو نزلت، ماشي؟ هو بيقفل الاسي مود، فبيحصل عندك حاجه اسمها ايه؟ البردي كارديا. تاني حاجه بيقفل الايفي مود. فلما يقفل الايفي مود ايه اللي هيحصل؟ قول بقى الايفي مود. هيحصل الايفي مود ده ديلي، يعني ايه؟ البي ار انترفال ده هيوسع من ايه؟ طيب النقطه اللي بعدها بيعمل لي سترونج شورت سيستول، فتلاقي الكيو ار اس بقى شورت. ما الكيو ار اس ده جزء اصلا من حاجه كبيره اسمها الكيو تي انترفال، فلما قال الكيو تي انترفال كلها ايه؟ قلت بقت شورت، تمام؟ طيب مرحله الريبولاريزيشن ايه اللي بيحصل فيها؟ قال لك والله المسؤول عن الصوديوم بوتاسيوم بامب، والديجيتالز بيوقف الصوديوم بوتاسيوم بامب. فلما تقف المفروض الويف بتاعتي تنزل، او الرسم بتاعي ينزل لتحت، صح؟ انا عايز انزل الجزء ده كله لتحت. الجزء ده كان مستقيم، لما انزله لتحت هينزل معايا لانه كان مستقيم اصلا. بتسميه ديبريست ايستي سيجمنت. طيب دي كانت موجه اصلا بوزيتيف ويف طالعه لفوق كده، هاجي انزلها لتحت ممكن تبقى دامج، قلت شويه ما بقتش مرتفع زي الاول. ممكن تبقى خط مستقيم، يبقى انت كده في الامان او في الطبيعي، يعني ده اخر حاجه في الامان.